طيب كده احنا بنسجل. نبدأ بقى مع بعض النهارده ان شاء الله. كده صلوا بينا على النبي كده يا دكاتره. النهارده احنا عايزين نتكلم في موضوع اسمه الدايابيتس ميليتس، والعنوان بتاع الموضوع اسمه دايابيتس ميليتس، اللي هو بالعربي معناه البول السكري، معناه ان البول ظهر فيه سكر. البول اللي هو لو هتكلم عند الكلى من هنا كده، فالبول بدأ يظهر فيه سكر. هو ده طبيعي الاول ان البول يظهر فيه سكر؟ ده عنوان الموضوع اصلا، دايابيتس ميليتس ده عنوان الموضوع. هل طبيعي ان البول يظهر فيه سكر؟ الاجابه لا، لان ربنا خلق لنا ترانسبورتر مخصوص في النفرونات بتاعه الكلى. الترانسبورتر ده مسؤول ان اي سكر ينزل من السيركيوليشن، لو دي السيستميك سيركيوليشن بتاعتنا كده، اي سكر ينزل من السيركيوليشن في الكلى، الكلى مسؤوله انها تعمل له ري ابزورب وترجعه تاني. اسم الترانسبورتر ده بالمناسبه اسم مهم، اللي هو اسمه ال SGLT2 ترانسبورتر، او من اسمه صوديوم جلوكوز، الجي ال ده اختصار للجلوكوز ترانسبورتر. فده الترانسبورتر المسؤول انه يري ابزورب اي جلوكوز ينزل في البول. ولذلك مستحيل ان انت تلاقي في الشخص النورمال ان البول بتاعه تلاقي فيه سكر. فالجلوكوز يوريا، ان الجلوكوز يظهر في البول، دي حاجه مش طبيعيه، لان معظم الجلوكوز بيحصل له ري ابزورب تاني للسيركيوليشن تاني عن طريق هذا الترانسبورتر. حلو كده. الا اذا ايه بقى؟ الا اذا ان السكر تخطى في الدم 180 مللي جرام بير ديسي لتر، وده اول رقم هنحفظه النهارده مع بعض. لو السكر تخطى في الدم هذا الرقم اللي هو ال 180 مللي جرام بير ديسي لتر، فالسكر بيبدا ينزل في البول وبيبقى كميته عاليه قوي قوي فوق قدره الكلى انها تري ابزورب الكميه دي كلها، فبيبدا يظهر معانا سكر في البول. يبقى عنوان الموضوع دايابيتس ميليتس معناه ان السكر ظهر في البول. طب ظهر في البول ليه؟ ظهر في البول لان المفروض الطبيعي انه ما يظهرش، لان في ترانسبورتر اللي هو الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 ده، اللي هو الاس جي ال تي 2 ده، مسؤول يري ابزورب كل السكر. طب ليه السكر يظهر في البول؟ لانه عدى في الدم ال 180 مللي جرام بير ديسي لتر. هو ده دخلت الكلام بتاعنا النهارده. وعلى فكره الرقم ده رقم انا مش قايله جزافا كده، اللي هو ال 180 مللي جرام بير ديسي لتر ده، ده انا قايله عشان تعرف عنه كلمه ما ينفعش تنساها ابدا، ده اسمه الرينال ثريشولد للجلوكوز. اسمه ايه تاني بتقول كده يا دكتور؟ اسمه ايه يا جماعه؟ الرينال ثريشولد للجلوكوز، اللي هو معناه ده اعلى كميه في الدم اللي بعدها بعد ال 180 السكر يبدا ينزل في البول، لانه الترانسبورتر ده مش هيقدر يري ابزورب ويرجع الكميه دي كلها. حلو كده. يبقى اول معلومه عرفناها النهارده ان في رقم في الدم اسمه 180 مللي جرام بير ديسي لتر، ده رقم عالي جدا من السكر، اسمه الرينال ثريشولد للجلوكوز، اللي هو اذا كميه السكر، اللي فاتح المايك بس يقفله بعد اذنكم، اذا كميه السكر تخطت ال 180 مللي جرام، اذا كميه السكر تخطت ال 180 مللي جرام في الدم تبدا تنزل في البول ويبدا يظهر في البول. اذا انت لما تشوف اي عيان او يقابلك اي عيان، عامل له رينال اناليسيس او عامل له تحليل بول يورين اناليسيس، وبصير في تحليل البول بتاعه لقيت عنده سكر في البول، اعرف انه سكره في الدم تخطى ال 180. حلو كده. وبالتالي بدا يظهر في البول، يعني بدا يحصل له هايبر جلايسيميا في الدم، السكر بدا يعلى في الدم. تعال نحكي القصه بقى، ايه اللي يخلي السكر يعلى في الدم اصلا؟ القصه كلها بدا من عند الاكل، الفود اللي احنا بناكله. احنا بناكل الاكلات بتاعتنا يا شباب، نيجي من هنا كده، الاكل بتاعنا مكون من ثلاث حاجات، مكون من كربوهيدرات سي اتش او، والفاتس اللي هي الدهون، والبروتين. الاكل بتاعنا مين لي كربوهيدرات وفات وبروتين، اللي بيسموها الماكرو مولكيول في النيوتريشن. الكربوهيدرات ده هو ده المصدر بتاع السكر. حلو كده. يليه بعد كده الفاتس، يليه بعد كده البروتين، سورسز للانرجي الجسم بياخدها. اول معلومه مهمه بقى نتكلم عليها النهارده، احنا هناخد الكربوهيدرات وهي دي اللي هتمشي معانا المسار كله اللي هنحكيه على الرسمه الكبيره اللي قدامك دي. بس لازم تعرف نقطه يا جماعه، ودي معلومه مهمه هحتاجها لما اجي نتكلم على الكومبليكيشن. احنا بناخد الكربوهيدرات عشان نحرقها ونطلع منها اي تي بي جسمنا يستخدمه از سورس للانرجي، فمصدر الطاقه في جسمنا هو الكربوهيدرات. جسمك لما بيعوز ينتج الاي تي بي، زي لما هنيجي هنا ونحكي كمان شويه في الحته دي كده، لما يجي الجلوكوز يتحرق ويدينا الاي تي بي، جسمك لما بيحتاج اي تي بي بيروح رقم واحد على الكربوهيدرات. اذا ما لقاش الكربوهيدرات او مش قادر يستفيد بيها لاي سبب من الاسباب، على طول يشفت الحرق او يشفت الميتابوليزم على الدهون، على الفاتس، لحد ما يكونسيوم كل الفاتس اللي في جسمك او يستهلك معظم الدهون اللي في جسمنا، فيشفت الحرق على المصدر الثالث اللي هو البروتين. يبقى جسمنا بيحرق رقم واحد الكربوهيدرات، خلصها او ما عرفش يستخدمها،
شوف الكلمتين، خلصها او ما عرفش يستخدمها لاي سبب من الاسباب از سورس للانرجي، يبدا يستخدم الفاتس كمصدر للانرجي. ما عرفش يستخدم الفات او خلصها، يبدا يشفت الحرق على البروتين. ده في بعض انواع من الحالات زي اللي بتحصل في المجاعات او كده، ما بيبقاش في اكل خالص، فجسمهم مش لاقي كربوهيدرات وحرق كل الدهون اللي في جسمهم لدرجه ان هو لحم على العظم، فجسمهم بيبدا يحرق كل البروتين اللي في الجسم لدرجه انه بيحرق معظم السكيليتال ماسل، او بيدغدغ السكيليتال ماسل اللي هي مغطيه السكيليتون بتاع جسمك من بره، العضلات بتاعتنا يكسرها، وبعد ما يخلص عليها يخلص على السكيليتال ماسل خالص، يبدا يخش كمان على السموث ماسل اللي هي العضلات بتاعت الاورجنز بتاعت جسمنا. يعني في بعض الحالات في الاطفال لما بنيجي نشرحها بنقول ان في حالات كده اسمها كواشركور او مراسمس، مش مهم اسمها، البروتينات بتاعت اللي هي الامينو اسيدز اللي مكونه لعضله القلب بتتدغدغ عشان الجسم ياخد الامينو اسيدز ويستخدمها از سورس الانرجي. طبعا دي في اقصى درجات حالات المجاعه بقى، اللي هو الجسم خلاص ما عادش عنده حاجه ومش لاقي اي حاجه از سورس للانرجي. فالجمله دي مهمه، ان جسمنا بيستخدم الطاقه الاول من الكربوهيدرات، يليها بعد كده الفاتس، يليها بعد كده البروتين. الكلام ده هيبقى كلام مهم، لان كمان شويه هقول لك ان عيان السكر جسمه مش عارف يستفيد بالكربوهيدرات بسبب الانسولين وكده، زي ما نحكي كمان شويه. فالجسم غصب عنه ما دام مش عارف يستفيد بالكربوهيدرات، انتوا اللي هتقولوا بقى هيشفت الحرق على مين؟ على الدهون. وده هيفتح معانا بعد كده كومبليكيشن هنتكلم عنها بعد كده ان شاء الله. تعالى ناخد الكربوهيدرات اللي هي المصدر الاول للانرجي ونتكلم عليه. اهو انت كلت حته رغيف او حته عيش او كلت شويه مكرونه او شويه رز، فده كربوهيدرات. الكربوهيدرات تعالى نمشي مسار بتاعه لحد ما يدينا الاي تي بي، وبعد كده بقى نبدا نتكلم نشوف ايه اللي هيحصل في العيان دول. الكربوهيدرات في الشخص الطبيعي بينزل الجي اي تي بتاعتنا اللي هي اللي قدامكم دي كده، الجي اي تي، يقابل على طول انزيم في الجي اي تي اسمه الفا جلوكوسايديز انزيم. انا هحكي لك دلوقتي مسار الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات عشان تفهمه كويس. فالكربوهيدرات بيقابل اول ما بينزل في الجي اي تي بيقابل انزيم مشهور ومهم جدا اسمه الفا جلوكوسايديز انزيم، وكل كلمه بقولها هنحتاجها كمان شويه عشان ادويه. الفا جلوكوسايديز انزيم يكسر الكربوهيدرات اللي نازل ده الى وحدات اللي هي نقط بالبني قدامكم دي، وحدات من الجلوكوز. طبعا الكربوهيدرات ده كومبلكس، يعني ايه؟ يعني هو كذا وحده جلوكوز ماسكين في بعض، فبيتفككم بالالفا جلوكوسايديز انزيم ده الى وحدات من الجلوكوز. حلو كده. وبعد كده هذه الوحدات من الجلوكوز تبدا تابزورب وتدخل في البورتال فين اللي هو الممر اللي قدامك ده. الممر ده اسمه البورتال فين اللي بيابزورب اي حاجه في الجي اي تي. يبدا الوحدات الجلوكوز دي تابزورب وفي طريقها رايحه للليفر اللي هو المصفى اللي قبل الجي اي تي وقبل وبين السيركيوليشن. يعني ده المصفى كده اللي قاعده بين الجي اي تي والسيركيوليشن. طبعا دي السيركيوليشن بتاعتنا هنا. فكل الكربوهيدرات اللي داخل اللي انت اكلته من حته العيش او شويه المكرونه او الرز او كده، تلته يتخزن في الليفر از جلايكوجين. الليفر ياخد تلت الكميه اللي داخله دي ويخزنها از جلايكوجين. الكلام ده هيهمنا قدام. ويفوت لك التلتين التانيين. يفوت لك مين؟ التلتين التانيين اللي هي تلتين كميه الكارب اللي انت اكلتها تدخل السيركيوليشن وتوصل السيستميك سيركيوليشن بتاعتنا اللي هو هنا. كده السكر في الدم كان موجود طبيعي مثلا بنسبه 70 ل 110 مللي جرام. السكر اللي دخل عليه عنده ده هيعليه، هيبدا مستوى السكر يعلى في الدم. هنا يظهر دورين مهمين جدا. الدور الاولاني ربنا خالق غده مهمه هنا جدا كده موجوده في الجي اي تي. الغده دي بتحس الاكل اللي نازل، عندها سنسور يقدر يخليها تحس الاكل اللي نازل في الجي اي تي، فتبعت اشاره فورا للبنكرياس وتقول له خلي بالك في كربوهيدرات نزل عندي كمان شويه وهيوصل ويعلي السكر في الدم، فلو سمحت يا بنكرياس طلع انسولين. فالغده دي تبعت اشاره للبنكرياس. الاشاره دي ليها اسم، اسمها الانكريتين هرمون. يبقى في هرمون اسمه الانكريتين هرمون بتبعده غده موجوده في الجي اي تي، تبعت اشاره للبنكرياس. الاشاره دي اسمها انكريتين هرمون تحفزه عشان يبدا يطلع انسولين. حلو كده. والانكريتين ده على فكره ده اسم عيله له ابناء، في ابن له اسمه الاميلين وفي ابن له اسمه الجي ال بي 1. فالانكريتون هرمون ده له اسم، له ابنين، ابن اسمه الاميلين وابنه اسمه الجي ال بي 1. زي ما نقول انكريتون هرمون ده النادي الاهلي، له ممثلين في الملعب، مهاجم مدافع وهكذا. فالانكريتون هرمون ده له ابن اسمه الاميلين وابن اسمه الجي ال بي 1، على طول يدي اشاره للبنكرياس يقول له لو سمحت في اكل نزل في الجي اي تي دلوقتي وهيعلي لك السكر في الدم عن الطبيعي،
ابدا طلع انسولين. بعد ما يبلغوا الامر يقوم طالع له انزيم يدغدغه اسمه الدي بي بي 4 اللي انا فاتح الانياب بتاعته دي. فالدي بي بي 4 اهو اللي هو بالازرق فاتح انيابه على الانكريتين هرمون يدغدغ الانكريتين هرمون. بعد ما خلاص الانكريتين بلغ اشاره لمين؟ للبنكرياس. طبعا لو عملنا زوم شويه على البنكرياس كده وقربنا منه شويه هتلاقي ان البنكرياس بيتكون من شويه جزر اسمها ايلت اوف لانجلهانز كلكم تعرفوها كويس، بتتكون من خلايا اسمها البيتا سيل اللي هي اللي بالاخضر دي وخلايا تانية حواليها بتطلع هرمونات. طبعا البيتا سيل كلكم تعرفوها بتطلع الهرمون اللي اسمه الانسولين. قبل ما انتقل من البيتا سيل دي عايز اقول لك عليها معلومه مهمه، ربنا خلق على البيتا سيل حاجتين مهمين جدا يا شباب. الحاجه الاولانيه سنسور مهم جدا اللي انا هعمل عليه اللون الاخضر دلوقتي ده اللي هو السنسور ده اللي هو عامل شبه المعلقه ده، السنسور ده مهم جدا هنجيب سيرته كمان شويه. بالمناسبه السنسور ده اسمه جي سي كي، مهم قوي السنسور ده موجود على البيتا سيل وموجود عليها كمان كاي خليه من خلايا جسمنا موجود عليها سيلف بروتين اللي هم النقط اللي حواليها من بره دول موجود عليها ايه يا دكتور بتقول؟ بقول لك موجود عليها سيلف بروتين. السيلف بروتين ده اللي هو البروتين يميز الخليه يخلي مناعتك تشوفها خليه بتاعت جسمك. كل خلايا جسمنا كل خلايا جسمنا ربنا حاطط عليها سيلف بروتين. ايه السيلف بروتين ده؟ المناعه تشوف الخليه تقول لك اه دي خليه دي بتاعتي ما تهاجمهاش. عارف لو السيلف بروتين ده مش موجود الاميون سيستم يشوف البيتا سيل يدغدغها ويتعامل معاها از فورين بودي او از فورين سيل وخليه غريبه ويدغدغها وينادي على كل الاميون سيستم يجي يكسر الدنيا هنا، واخد بالك انت؟ وبالتالي مهم جدا ان انت تكون عارف ان البيتا سيل عليها حاجتين من بره ودي نقطه مهمه. النقطه الاولانيه هذا السنسور المهم اللي اسمه جي سي كي، والنقطة الثانية إن عليها من بره سيلف بروتين، والسيلف بروتين ده يخلي الإميون سيستم ما يعملش عليها أتاك أو ما يهاجمهاش. كلام سليم؟ طيب، يبقى أنا لحد دلوقتي قلت لك كذا معلومة. نزوم كده، قلت لك رقم واحد ما هو مصادر الطاقة في جسمنا؟ الكربوهيدرات، الفات، البروتين. خدنا الكربوهيدرات أز سورس الإنرجي وبدأت أوريك طريق الميتابوليزم بتاعها، فقلت لك إن الكربوهيدرات بمجرد ما أنت بتاكلها في غدة بتحس الاكل اللي نازل ده فبتطلع اشاره اسمها الانكريتين هرمون. الانكريتين يروح للبنكرياس يقول له جهز الانسولين لان في كربوهيدرات نزل في الجي اي تي وكمان شويه هيبدا يترجم لسكر عالي في الدم. فالانكريتين هرمون يبلغ الاشاره للبنكرياس وبعد كده الدي بي بي 4 ده اسم الانزيم يكسر الانكريتين هرمون. ولذلك الانكريتين هرمون ده شورت اكت هرمون. شورت اكت يعني ايه؟ يعني بيتكسر في خلال مينتس من انه يطلع، بعد ما طلع مينتس على طول تقوم متدغدغ على طول. حلو كده؟ طيب تعال نكمل القصه. اتفقنا ان الكربوهيدرات بينزل في الجي اي تي بيتكسر بالالفا جلوكوسايديز انزيم لوحدات من الجلوكوز، الوحدات دي تابزورب في البورتال فين تعدي على الليفر توصل للليفر، تلت الكميه تتخزن في الليفر از جلايكوجين والتلتين التانيين يعدوا يوصلوا من الدم يبدا السكر يعلى في الدم. السكر لما يعلى في الدم طبعا هيحسوا هذا السنسور اللي كنت لسه بجيب لك سيرته من شويه. فاصبح دلوقتي البنكرياس بيطلع انسولين بامرين، الامر الاولاني جاي من الانكريتين هرمون اللي جاي من الجي اي تي، والامر الثاني علو السكر نفسه في الدم هيحسوا هذا السنسور اللي هو الجي سي كي اللي كنت لسه بقول لك عليه، فيبدا الانسولين يطلع. يطلع الانسولين يقوم الانسولين ربنا خالق ان البنكرياس بيحذف الانسولين بتاعه في البورتال فين هنا يقوم داخل هو كمان وداخل ووصل السيركيوليشن يقول له تعالى بقى هات لي الاكسترا جلوكوز اللي دخل الدم ده اللي هو رفع السكر عن النورمال، في سكر طبيعي نورمال موجود في الدم، هات لي بقى الكميه اللي علت عن الطبيعي دي وانا كانسولين هلم وحدات الجلوكوز الاكسترا في الدم واخدها واطلع بيها على مين؟ على البريفرال تيشو، البريفرال تيشو بتاع جسمنا كلها. فده الانسولين اللي بالازرق ده ياخد وحدات الجلوكوز اللي قدامكم اللي بالبني دي كده ويجري بيها على البريفرال تيشو اللي هي محتاجه الجلوكوز از سورس الانرجي، ينزل الانسولين يشتغل على الريسبتورز بتاعته يبايند للريسبتور كانك حطيت المفتاح في القفل بالظبط. عارف لما تيجي تفتح الشقه عندكم كده فبتحط المفتاح في القفل وتفتح. الانسولين يمسك في الريسبتورز بتاعته اللي هم التو ريسبتورز بتاعته، اول ما بيمسك يقوم فاتح الممرات اللي تحت دي لدخول الجلوكوز، الجلوكوز يدخل ويتحرق ويدينا ال 38 اي تي بي زي ما انتم خدتوا في البايوكيمستري زمان وانتم طلبه ان الجلوكوز بيحصل له جلايكوليسيس وبيدينا
ال 38 اي تي بي. اذا كل البريفرال تيشو اللي في جسمنا محتاجه يجي انسولين يبايند على الريسبتورز بتاعته هنا، وبعد كده الجلوكوز يقوم داخل ويدينا الاي تي بي. بعد كده عندي هنا ملحوظتين ثلاثه عايز اقولهم. الملحوظه الاولانيه ما زلت باكد عليها، ان في سنسور ربنا خلقه على البنكرياس هنا بيحس مستويات السكر في الدم، فده مهم، وده سنسور اسمه جي سي كي، ما تنساهوش لو سمحت. وان في خلايا اسمها سيلف بروتين موجوده على البيتا سيل هنا، دي بتخلي الاميون سيستم يشوف البيتا سيل ان هي خلايا طبيعيه ومفيش منها اي مشاكل خالص، فمستحيل ياتاك او مستحيل يهاجمها. دي اول ملحوظه عايز اقولها. الملحوظه الثانيه ان الانسولين بياخد الاكسترا جلوكوز اللي دخل السيركيوليشن ويبايند على الريسبتورز، لازم يبايند على الريسبتورز بتاعته عشان يسمح بدخول الجلوكوز ويدينا ال 38 اي تي بي. فدي اول ملحوظه. ثاني ملحوظه، والملحوظه دي ناس كتير للاسف ممكن ما تعرفهاش، ان البريفرال تيشو بتاعتنا، بريفرال تيشو اللي هي اورجان الجسم يا شباب، بريفرال تيشو دي اللي هي اورجانز الجسم، بريفرال تيشو كلها اللي في جسمنا محتاجه انسولين عشان تدخل الجلوكوز، كلام سليم. اكسبت مين بقى يا دكتور حمدي؟ في اورجانز في جسمنا مش محتاجه الانسولين ولا حاجه، تقدر تاخد الجلوكوز مباشره من الدم وتكسره تدينا 38 اي تي بي. هي المعلومه دي تهمني في حاجه يا دكتور؟ اه طبعا، ده هتهمك لما تيجي تدي ريكومنديشن لعيان السكر. بمعنى ان انت لما الاورجنز اللي انا هقول عليها الاكسبشن دي اول ما تشوف سكر في الدم هتاخده مباشره وتبدا تعمل له جلايكوليسيس. زي مين يا دكتور الاورجن دي بقى اللي ما تحتاجش الانسولين وتاخد الجلوكوز مباشره من الدم؟ رقم واحد زي الاكسرسايز سكيليتال ماسل. عارف السكيليتال ماسلز في جسمنا؟ مش السكيليتال ماسل العاديه، الاكسرسايز اللي بتلعب رياضه. الاكسرسايز سكيليتال ماسل تقدر تكونسيوم الجلوكوز مباشره من الدم، تخيل. وبالتالي دي حاجه جميله جدا. انصح عيان السكر بتاعك لو سمحت انه يلعب رياضه، لانه لما يلعب رياضه السكيليتال ماسل بتاعته هتتحول من ريستنج سكيليتال ماسل لاكسرسايز سكيليتال ماسل، تقدر تاخد الجلوكوز مباشره من الدم بدون احتياج للانسولين. حتى يقول لك دايما الرياضه بتحسن من حرق الجلوكوز وتحسن حياه عيان السكر. ايوه، لان السكيليتال ماسل بتاعته هتكونسيوم الجلوكوز بدون ما تحتاج الانسولين. ادي رقم واحد. مين تاني يا دكتور من الاورجنز اللي ما يحتاجش الانسولين وده مهم جدا؟ البرين. ونقف عند البرين ده شويه عشان هقول لك فيه ملحوظتين مهمين. البرين يقدر ياخد الجلوكوز مباشره من الدم، لو ده البرين اهو بتاعنا او ده السي ان اس، فيقدر ياخد الجلوكوز مباشره من الدم بدون احتياج للانسولين. اكسبت في البرين في حته واحده بس اللي عايزه الانسولين، لازم ما تقدرش تاخد الجلوكوز الا بالانسولين. يعني البرين كله ياخد الجلوكوز من الدم عادي مباشره ما عدا حته صغيره فيه. الحته دي اسمها الساتايتي سنتر، اللي هو مركز الشبع ومركز الجوع. دي تقول لك لا يا عم، انا عشان اخد جلوكوز لو سمحت اديني معاه انسولين. يبقى تاني، كل البريفرال تيشو في جسمنا محتاجه الانسولين يبايند للريسبتور عشان الجلوكوز يدخل. كل كلمه بقولها هتقلب معانا لعلاجات وامراض واعراض للعيان، خلي بالك. كل البريفرال تيشو في جسمنا محتاجه الانسولين يبايند على الريسبتورز فالجلوكوز يدخل يتحرق ويدينا 38 اي تي بي. اكسبت رقم واحد قلناها الاكسرسايز سكيليتال ماسل، دي تقول لك لا انا اخد الجلوكوز مباشره في الدم، انا مش هستنى الانسولين. رقم اثنين البرين، البرين كله ياخد الجلوكوز عادي من الدم بدون مشكله ما عدا الساتايتي سنتر. وعلى فكره دي لمصلحتك، عارف ليه؟ الساتايتي سنتر يحتاج الانسولين والجلوكوز مع بعض، فالانسولين يجي ويجيب معاه الجلوكوز اللي هو ده، يقوم الانسولين مدخل الجلوكوز في الساتايتي سنتر، فالساتايتي سنتر اللي هو مركز الشبع يوصله الجلوكوز، فيقول لك بس وقف اكل يا معلم ما تاكلش، انا وصلني الجلوكوز خلاص. وانس ان الجلوكوز دخل الساتايتي سنتر بمساعده الانسولين يوقف ويديك امر بالشبع، فانت تشبع بامر من الساتايتي سنتر. طب والساتايتي سنتر يشتغل ازاي؟ محتاج انسولين وجلوكوز الاثنين مع بعض، كلام سليم قوي. يبقى البريفرال تيشو كلها تحتاج الانسولين، اكسبت رقم واحد السكيليتال ماسل الاكسرسايز سكيليتال ماسل، اكسبت رقم اثنين البرين ما عدا بس الساتايتي سنتر ده لازم انسولين وجلوكوز مع بعض، وكمان رقم ثلاثه بالمناسبه اللينس او العدسات الموجوده في العين. كل ديت ما تحتاجش الانسولين مع الجلوكوز، تقدر تاخد الجلوكوز مباشره في الدم. وعلى فكره انا ممكن اقول لك اورجان ثانيه كمان بس انا هستكفي بدول يعني. يبقى الملحوظه الاولى اللي قلتها بعد ما عرفتك مسار حرق الكربوهيدرات، الملحوظه الاولى تخص البيتا سيل، في سنسور عليها وفي سيلف بروتين. الملحوظه الثانيه
كل البريفرال تيشو في جسمنا محتاجه الانسولين مع الجلوكوز عشان تقدر تكونسيوم الجلوكوز، اكسبت بعض الاورجان تقول لك لا ناخد الجلوكوز مباشره. الملحوظه الثالثه والاخيره، احنا عندنا كلنا في منطقه الابدومين بتاعتنا وفي منطقه البطن يا شباب في عندنا دهون في منطقه البطن اللي انا راسمها بالاحمر قدامك دي، اكسبت بقى ناس قليله جدا جدا اللي بيلعبوا رياضه ومنتظمين عليها اللي ما يكونش عنده دهون في منطقه البطن. في ناس الدهون دي وصلت عندها لمستويات عاليه قوي وتبقى دهون كتيره قوي في منطقه البطن عامله حاجه اشبه بالكرش زي ما احنا بنسميه. الكرش ده له اسم ميديكال اسمه سنترال اوبيزيتي. اسمه ايه تاني كده؟ اسمه سنترال اوبيزيتي. سنترال اوبيزيتي ده اللي هي دهون منطقه البطن او الكرش يعني. هي دي تهمنا في حاجه في موضوعنا النهارده يا دكتور؟ اه طبعا. عارف تهمنا في ايه؟ الدهون اللي موجوده عندنا في منطقه البطن دي يا شباب هقول لك كلمه عليها ما تنساهاش ابدا. السنترال اوبيستي از ميتابوليكالي اكتيف. يعني ايه ميتابوليكالي اكتيف؟ يعني دي اكتيف تيشو بتقدر تطلع هرمونز وتطلع مواد. بتطلع ايه يعني؟ بتطلع حاجتين، فري فاتي اسيد اللي هي دهون ترميها في الليفر فتخلي لك الليفر فاتي ليفر، ودي طبعا هتبقى مشكله. تلاقي دايما كل الناس اللي عندهم كرش عندهم كبد دهني. تسمع الكلمه دي؟ كبد دهني. ليه؟ لان السنترال اوبيستي او الدهون منطقه البطن بتريليس فري فاتي اسيد، هذا الفري فاتي اسيد يجري على الليفر ويبدا يعمل لك فاتي ليفر، ودي مشكله لان بعد كده الفاتي ليفر ده بيحصل فيه تليف فايبروزس وممكن يتطور الموضوع لاكتر من كده كمان. مش بس كده، الدهون اللي منطقه البطن دي بتطلع كمان هرمونز اسمها الاديبوكاينز، من اسمها من اسم الاديبوسايت، ما الدهون دي اسمها الاديبوسايت، فبتطلع مواد اسمها الاديبوكاينز. ايه الاديبوكاينز دي يا دكتور حمدي؟ الاديبوكاينز دي عاملها انت سيادتك معامله السيتوكاين. طب وايه السيتوكاين؟ ما انا مش عارف مين السيتوكاين دي. السيتوكاينز دي الانفلاماتوري ميدييتورز. الاديبوكاين هي هيها بالظبط السيتوكاين او شبيهه بالسيتوكاين. فانفلاماتوري ميدييتور، ما تسكتش، تجري على الريسبتورات بتاعت الانسولين وتضرب الريسبتورات. ايه ده؟ يعني الدهون ممكن تتسبب ان الريسبتورز بتاعت الانسولين تنضرب؟ اه بالظبط كده. ولذلك احنا هنلاحظ بعد كده لما نيجي نتكلم على انواع السكر كمان شويه ان معظم عيانين السكر خصوصا النوع الثاني اللي هو تايب 2 بيكونوا اوبيز، ويقول لك ان السمنه بتعمل مقاومه انسولين. اه طبعا، السمنه اللي هي الدهون اهي اللي انا عمال اكلمك عليها اللي موجوده في منطقه البطن عندنا بتطلع مواد اسمها الاديبوكاينز. الاديبوكاينز دي بتضرب ريسبتورات ريسبتورات الانسولين الموجوده على البريفرال تيشو، وبالتالي الانسولين جاي في امانه الله جاي عايز يشتغل على الريسبتورز بتاعته يلاقيها ديسفانكشن ريسبتور، يلاقيها ريسبتور مضروبه وريسبتورز بايظه. ولذلك ننصح دايما العيان العب رياضه. الرياضه هتديك اكتر من فايده. الفايده الاولانيه هتبقى عضلاتك السكيلتال ماسل، اكسرسايز سكيلتال ماسل، دي رقم واحد. فهتكونسيوم جلوكوز بدون احتياج للانسولين، ده رقم واحد. رقم اثنين، دهون منطقه البطن دي هتبدا تخس عندك، فانت هتحمي نفسك من الفاتي ليفر عشان الفري فاتي اسيد دي هتبدا تقل، وهتحمي نفسك من الاديبوكاين اللي هي بتشبه السيتوكاين، فمش فالريسبتورات بتاعتك دي مش هتنضرب وهتكون تشتغل وهتكون الامور فيها كويسه. يبقى انا قلت لك ثلاث ملحوظات لحد دلوقتي بعد ما شرحت لك مسار الكربوهيدرات ميتابوليزم. حلو كده؟ الملحوظه الاولى تخص البيتا سيل، الملحوظه الثانيه تخص البريفرال تيشو، ان في بريفرال تيشو ما بتحتاجش الانسولين مع الجلوكوز، تاخد الجلوكوز عادي. وان شرحت لك كمان معلومه مهمه عن السنترال اوبيستي او الدهون بتاعت منطقه البطن. ولذلك لاهميه هذه السنترال اوبيستي بداوا يدرسوها بالتفصيل يا شباب، فبداوا يطلعوا خلايا من خلايا الاديبوسايت، من خلايا الدهون ده، ويشوفوها بتطلع المواد دي ازاي. اكتشفوا ان في ريسبتورز موجود على داخل النيوكلاس. الريسبتور ده اسمه بي بار جاما ريسبتورز، ده ريسبتور موجود على النيوكلاس، فحتى هو اسمه نيوكلير ريسبتور لانه داخل النيوكلاس فاسمه نيوكلير ريسبتورز. البي بار جاما ريسبتورز ده هو ده اللي بيظبط طلوع المواد دي، هو ده اللي بيطلع المواد دي من الاديبوسايت، هو ده اللي بيدي امر الخليه طلعي فري فاتي اسيد، طلعي اديبوكاينز، فهو المحفز لهذه المواد. حلو كده؟ كده اكيد هيبقى تارجت معانا. كلام سليم؟ فكده هنحتاج دواء يشتغل عليه عشان اموديوليت الاكشن بتاعه، فقلل من طلوع الفري فاتي اسيد وقلل من طلوع الاديبوكاينز. لحد كده انا اديتك المقدمه بتاعت الموضوع، انت كده فهمت مني اربع نقاط رئيسيه لحد الان. النقطه الاولى مصادر الانرجي في جسمنا، رقم واحد الكربوهيدرات، يليها الفاتس، يليها البروتين، فالجسم بيستخدم الكربوهيدرات از سورس الانرجي. ايوه، بيستخدمها ازاي يا دكتور حمدي؟ ادي الكربوهيدرات،
او مجرد ما تاكلها بتنزل في الجي اي تي، يقابلها انزيم اسمه الفا جلوكوسايديز يفككها لوحدات جلوكوز، وحدات الجلوكوز تابزورب تعدي على الليفر، تلتها يتخزن في الليفر از جلايكوجين، والتلتين التانيين يروحوا من السيركيوليشن. السكر يعلى في الدم عن الطبيعي، يحسوا حاجتين، رقم واحد الغده دي تبعت امر اسمه الانكريتون هرمون للبيتا سيل، الانكريتون هرمون للبيتا سيل، فتقوم البيتا سيل مطلعه انسولين ورمياه في البورتالفين ومنه يوصل السيركيوليشن. ورقم اثنين ان في سنسور ربنا خلقه على البيتا سيل يحس السكر اللي علا في الدم هنا ده، وياخد هذا السكر العالي، ادي الانسولين هو هياخد السكر العالي وياخده ويطلع بيه على التشو، يبايند للريسبتور ويدخل الجلوكوز، الجلوكوز يتحرق ويدينا ال 38 اي تي بي. ادي النقطه الاولى. عرفت مني معلومه تانية ان البريفرال تشو دي المعلومه رقم اثنين كلها بتحتاج الانسولين ما عدا اكسبشن، ما عدا البرين، ما عدا الاكسرسايز سكيليتال ماسل، وما عدا اللينس. معلومه رقم ثلاثه ان السنترال اوبيستي او دهون منطقه الوسط دي هتكون مشكله كبيره جدا، لانها بتطلع فري فاتي اسيد وبتطلع اديبوكاين. فدايما انت لما تيجي تتكلم كده ويبقى كلامك علمي وكلام محترم، تقول دايما على السنترال اوبيستي دي ميتابوليكالي اكتف. يعني ايه ميتابوليكالي اكتف؟ يعني بتسكريت سيتوكاينز وبتسكريت انفلاماتوري ميدييتور. ما تفرحش بالكرش اللي قدامك ده وما تقولش عليه ده عز، لا ده مش عز ولا حاجه، ده كارثه، ده بيطلع اديبوكاينز، والاديبوكاينز دي مشكله كبيره جدا يا شباب. طيب كده احنا عرفنا انترودكشن مهمه جدا، وعرفنا كمان مسار الباثوفيسيولوجي او مسار الكربوهيدرات ميتابوليزم داخل الجسم. تعال ندخل في السكر بقى بعد اللي احنا شرحناه ده، هتلاقي الكلام بقى حلو وجميل جدا. اول نقطه اقولها في السكر دايما انواع السكر ايه، انواع عيانين السكر ايه. والله يا سيدي بص كده، في اول نوع اللي هو هيبقى تايب 1، النوع الاول من عيانين السكر. تايب 1 ده ايه؟ انتوا كلكم تعرفوه احسن مني، ده راجل ما عندوش انسولين تماما، زيرو انسولين، فبياكل كربوهيدرات من بره. كمل معايا كده اللي هيحصل له، هياكل كربوهيدرات، انت اللي هتجاوب. الكربوهيدرات هتخش، انت عرضها انا ما سمعتش، قولي تاني كده يا دكتوره. دكتور عندي لو مش حد واضحه بيسال يا جماعه عدل الشاشه. صوتك بس، انا كده خلصت المقدمه، هدخل بس في انواع عيانين السكر نتكلم عليها. واختفت الصوره اختفت. طب يا شباب اللي معانا في بقيه المحاضره سامعيني كويس والصوره كويسه قبل ما تمام يا اكمل؟ دكتور. كله تمام كويس، تمام الصوره كويسه. طيب غالبا يا دكتوره ممكن تكون انت عندك مشكله انا بقى عندي مش في واضحه، النت، ممكن يكون لو سامعاني كويس عندك مشكله في النت، لكن انا النت عندي كويس هو انفصل لحد خالص، الوقت مش هذا. يعني هيفصل الصوره، بس هو جاتني مكالمه وعملتها من بعدها الشاشه مش واضحه. طيب ممكن تخرجي وتدخلي تاني. خلاص انا كده خلصت الانترودكشن اللي عايز اتكلم عليها، عايز اتكلم بس في انواع السكر، ندردش احنا بندردش مع بعضه. قبل ما اكمل بس دردشه معاكم في الانواع، حد عنده سؤال؟ يعني المعلومات واضحه وجميله، ولا حد عنده سؤال يحب يسال؟ لو حد عنده سؤال يقول. طيب في ضوء اللي احنا فهمناه ده، في ضوء اللي احنا اتكلمنا عليه وفهمناه دلوقتي ده، تعالوا نتكلم على انواع السكر بقى يا شباب. انواع السكر اللي هو اول نوع معانا اللي هو اسمه تايب 1، اول نوع من عيانين السكر ده، نوع عيان، ركز معايا كده لاني هقول لك كل اللي يخص تايب 1 في جمله واحده او في سيناريو واحد، فركز معايا تلاقي الكلام جميل جدا. يعني تايب 1 ده النوع الاول من عيانين السكر، ده راجل ما عندوش انسولين خالص. حلو كده، ده راجل ايه ما عندوش انسولين خالص. امشي معايا بقى في اللي هيحصل له كده. الراجل ده هياكل كربوهيدرات من بره زيه زي اي شخص عادي، الكربوهيدرات هينزل في الجي اي تي يتفكك بالالفا جلوكوسايديز، يدينا وحدات سكر تمتص تمتص توصل للسيركيوليشن، السكر يعلى في الدم. مستني مني ان الانسولين يطلع دلوقتي، الغده دي تبعت اشاره انكريتين للبنكرياس يطلع انسولين، والسكر العالي في الدم يحسوا هذا السنسور فبرضه يطلع انسولين، لكن للاسف ده ما بيحصلش. البيتا سيل في هذا العيان انضربت اللي هو تايب 1 ده. حد يقول لي طب البيتا سيل عنده تنضرب ليه؟ شوف بقى احنا تايب 1 الكلام هيجيب بعض اهو. في النوع الاول من عيانين السكر يا جماعه اللي هو تايب 1 ده راجل ما عندوش انسولين تماما، ايه اللي حصل يا دكتور؟ لوحده كده العيان ده البيتا سيل بتاعته فقدت السيلف بروتين اللي بره هنا ده اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. ايه ده؟ البيتا سيل فقدت السيلف بروتين؟ اه. فيقوم الاميون سيستم بعت لها تي لمفوسايت مدغدغاها تماما. ولذلك
مشكله تايب 1 دايما انه ما عندوش سيلف بروتين على البيتا سيل، وبالتالي يدغدغ بيتا 1 عنده تماما، فيبقى عنده زيرو انسولين، فالسكر يقعد يعلى 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 في الدم لانه هيفضل ياكل، فالسكر يعلى يعلى عنده في الدم بدون ما يوجد انسولين ياخد السكر ده يدخله. العيان ده مش هيبطل اكل، هيفضل ياكل ياكل. عارفين ليه؟ ما هو الساتايتي سنتر اللي كنا بنتكلم عليه من شويه مستني الانسولين يجيب الجلوكوز ويجي يدخله له فيديك امر شبع، مستني الانسولين ياخد يجيب الجلوكوز ويديه له فياخد امر شبع، لكن مفيش انسولين للاسف، فالسكر يفضل يعلى 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 معانا في الدم لحد ما نخش بقى من سكر نورمال الى هايبر جلايسيميا، فالسكر يبدا عالي في هذا العيان. اذا تايب 1 مشكلته ايه؟ مشكلته انه فقد السيلف بروتين، فبيتا سيل انضربت عنده فما بقاش عنده انسولين، فالسكر هيبدا يعلى يعلى في الدم لحد ما تبقى الحاله هايبر جلايسيميك. كلمه هايبر جلايسيميا دي هنرجع لها تاني، دي هتترجم معانا دايما باعراض ومضاعفات سيمتومز وكومبليكيشن، هرجع لها تاني. بس انت كده عرفت تايب 1 ايه اللي حصل فيه. تايب 1 ده انضربت عنده البيتا سيل لانها ما عندهاش سيلف بروتين، فالمناعه شافتها جسم غريب وضربتها، ادي النوع الاول من عينين سكر. وطبعا ده علاجه قولا واحدا لازم ياخد انسولين، وهقول لك جرعه الانسولين كمان شويه بتتاخد ازاي. النوع الثاني اللي هو تايب 2، وده النوع الثاني من عينين السكر، كلكم تعرفوه احسن مني، يتقال لكم دايما من ايام ما انتوا طلبه كده ان تايب 2 ده عنده مشكلتين، انسولين ريزيستنس زائد نقص نسبي في الانسولين. عنده ايه مشكلتين يا دكتور تاني كده؟ عنده انسولين ريزيستنس، ايوه، زائد نقص في الانسولين. بس انا هقف عنده شويه الحقيقه النوع ده يا شباب. تايب 2 مشكلته الرئيسيه لما اجي اجيبها لك سؤال ام سي كيو كده في امتحان بارومتريك او في امتحان بورد واساله لك سؤال، اقول لك المين بروبلم بتاع تايب 2 ايه؟ انسولين ريزيستنس ولا نقص الانسولين؟ طبعا الانسولين ريزيستنس، ده دي بدايه القصه، تعالى نحكيها تعالى نحكيها. تايب 2 مشكلته الرئيسيه انه عنده انسولين ريزيستنس. عارف ليه؟ بدات القصه ان تايب 2 ده عنده سنترال اوبيستي، عنده دهون عاليه في منطقه البطن. قول انت بقى ايه اللي هيحصل له؟ ده راجل مش منتظم في اكله، بياكل اكله بكميات كبيره جدا، سعرات عاليه جدا، فبدا يتخن. فكونت الدهون عنده في منطقه البطن بكميه كبيره، الدهون الكتيره دي طلعت فري فاتي اسيد، اكيد هتلاقي عنده فاتي ليفر، وطلعت عنده كمان الاديبوكاينز، الاديبوكاينز دي بدات تضرب الريسبتورات بتاعته على البريفرال تيشو. فمشكلته الرئيسيه انه انسولين ريزيستنس. حتى دايما يقول لك محيط البطن، الكلمه دي تسمعوها دايما من دكاتره التغذيه، محيط البطن علامه مميزه على مقاومه الانسولين، كل ما محيط البطن زاد وبقى عنده كرش كبير كل ما دي دليل على مقاومه الانسولين. ايوه طبعا، لان دي سنتر الاوبستي هتطلع اديبوكاينز، الاديبوكاينز يضرب الريسبتورز بتاعت الانسولين. ولذلك في الاول بيحصل انسولين ريزيستنس رقم واحد. شوف بقى استجابه الجسم، ركز معايا كده، في تايب 2 الريسبتورز دي مش شغاله والسكر بيعلى في الدم وفي انسولين متوفر عادي مفيش مشكله، هيجي ياخد الانسولين، هيجي ياخد الجلوكوز ويجي يشتغل ما يعرفش ايه ده. تايب 2 الانسولين عنده في الاول بيكون نورمال، اه بيكون نورمال، ده انا هقول لك الاكتر من كده كمان، ده الانسولين في الاول بيكون هايبر انسولينيميك، السكر الانسولين في الاول بيكون كتير في الدم، البنكرياس بيبعت كميات كبيره من الانسولين لانه هو شايف ان الجسم مش عارف يستفيد بالجلوكوز، الريسبتورات دي مش بتشتغل، فبيبعت كميات اكبر من الانسولين. ففي الاول العيان بيكون انسولين ريزيستنس، دي بدايه المشكله، دي المين ايشو في العيان. يليها العيان بيكون هايبر انسولينيميك، البنكرياس يبذل مجهود ضخم يطلع 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 يطلع، وفي الاخير يكزهوست، عارف اللي هو يؤنهك بقى، تعب، انا تعبت خلاص، انا طلعت انسولين كتير قوي ومفيش فايده، فيقوم الانسولين اللي بيطلعه ينقص بقى ويقل ويطلع كميه قليله. فتبلك في النهايه في العيان في الباثولوجي بتاعه يبلك ان العيان انسولين ريزيستنس زائد نقص في الانسولين. ايوه بس النقص دي كان قبلها في هايبر انسولينيميك بس احنا ما شفناهاش ما قابلناهاش. فانت ما تستغربش لما تلاقي تايب 2 وعنده هايبر انسولينيميا، اه ده عادي جدا على فكره، لان البنكرياس لسه في الاول كان بيطلع كميه كبيره. بعد كده هكمل بس السماعه معايا انا سماعه، طب نقفل المايك يا جماعه بعد اذنكم، ولو حد عنده سؤال انا هبقى افتح اسئله دلوقتي ندردش مع بعض ان شاء الله. فمشكله تايب 2 نكمل تاني، مشكله تايب 2 اللي فاتح المايك يقفله بعد اذنكم يا شباب، عايز سماعه. طيب اللي بيشحت سماعه ده يشوف سماعته ايه اخبارها ايه، خد
ادوله سماعه يا جماعه للناس اللي قاعدين جنبه. انا عملت له ميوت هو خلاص اهو. طيب نكمل تاني كده. انا كنت بقول ان تايب 2 عنده انسولين ريزيستنس زائد المشكله النهائيه بقى اللي هتبان على العيان انه يكون عنده سام. نقص نسبي في الانسولين. فالراجل ده طب هيكون بسرعة عنده دي انسولين ريزيستنس. بسرعة، وانا انسولين هرن لك ريزيستنس دي على بدايه المشكله، دي بدايه المشكله، زائد هيكون عنده بعد كده بقى نقص في الانسولين، نقص نسبي في الانسولين. هل النقص النسبي ده المرحله الاولى؟ لا، ده كان فيبقى في الاول هايبر انسولينيميك، بعد كده بقى الانسولين بتاعه بدا ينقص. ولذلك تايب 1 كنا نيجي نعالجه هندي له احنا انسولين، تايب 2 هنعمل له ايه؟ الكورنر ستون في العلاج بتاعه، اهم حاجه تعملها له في العلاج بتاعه انك تدي له سنسيتايزر. كل الجايد لاينز، كل الكتب، كل المراجع اللي تيجي تتكلم في السكر في تايب 2 تقول لك رقم واحد يدي له سنسيتايزر. ده الاحسن من كده، يقول لك اعمل له لايف ستايل موديفيكيشن الاول. عارف ليه؟ هو بيتارجت على دي باللايف ستايل موديفيكيشن، عينه على السنترال اوبيستي. يقول لك انا اجيب الموضوع من جدره، اضرب السنترال اوبيستي، اضرب الاديبي قايمز، يبقى انا كده هحافظ على الريسبتورز، الانسولين يشتغل عادي وتبقى الموضوع كويس جدا. ويا سلام بقى لو الحق العيان قبل ما البنكرياس بتاعه اكزهوست وما يطلعليش وما يبقاش بيطلع له انسولين او بيطلع كميه قليله من الانسولين، واخد بالك انت؟ فعيان تايب 2 علاجه الرئيسي لايف ستايل موديفيكيشن، دي رقم واحد. رقم اثنين بديله سنسيتايزر او ادويه تحسن شغل الانسولين على الريسبتورز بتاعته. رقم ثلاثه، وده الحل بقى لو كل اللي فات دول ما جابوش نتيجه، ببدا الجا ان انا ازود افراز الانسولين، اديله ادويه تزود السكريشن زي ما هنتكلم كمان شويه، واخد بالك انت؟ فانت كده عرفت تايب 1 هو مين وعرفت تايب 2 هو مين. تايب 1 راجل انضربت عنده البيتا سيل فما عندوش انسولين تماما، اصل البيتا سيل فقدت السيلف بروتين، ده رقم واحد، ده تايب 1 فلازم ياخد انسولين. رقم اثنين، ده عيان اسمه تايب 2، ده عيان عنده انسولين ريزيستنس بسبب السنترال اوبيستي اللي عنده. فالانسولين ريزيستنس اللي عنده دي اترجمت بان البنكرياس اكزهوست وبقى بيطلع له انسولين. فالعيان ده نعمل له لايف ستايل موديفيكيشن، ده رقم واحد، ونظبط له السعرات. وممكن في محاضره جايه بقى بعد كده اعرفكم ازاي تظبطوا سعرات لعيان السكر ولاي شخص بصفه عامه عايز يخس. الموضوع ده سهل جدا في النيوتريشن. وغير كده بقى تدي له ادويه تزود السكريشن بتاع الانسولين، وانتوا اللي هتقولوها حالا بنفسكم في ضوء الشرح اللي احنا قلناه، ده تايب 1 وده تايب 2. طب في نوع تاني هتقابله غريب شويه اسمه مودي. مودي ده يا شباب ده نوع من انواع السكر، انا كتبت عنه البوست بالمناسبه اللي كنت بعمل فيه اعلان عن المحاضره دي، اللي هو اختصار لماتيوريتي اونست دايابيتس اوف يونج. ما تتخضش، مودي ده هو بالظبط تايب 2. يعني ايه يا دكتور هو بالظبط تايب 2؟ يعني عامله معامله تايب 2، بس تايب 2 ده المفروض ان احنا نعرف عنه معلومه انه بيجي في الكبار في سن 35 سنه و40 سنه، لكن لما تايب 2 يجي في الاطفال الصغيرين ده بيبقى اسمه مودي. فتايب 1 بيجي في الاطفال، تايب 2 بيجي في الكبار، بس تايب 2 ده لما يجي في الصغيرين، شوف بقى لما هو المفروض بيجي في الكبار، لما يجي في الصغيرين يبقى اسمه مودي. عارف ايه اللي حصل في مودي ده؟ وغالبا مش هندي له علاجات على فكره ولا اي حاجه خالص. مودي ده كل مشكلته في هذا السنسور، السنسور ده عطلان عنده مش شغال. حد يقول لي السنسور ده كان بيعمل ايه؟ حد يقول لي السنسور ده كان وظيفته ايه؟ مش بيحس بالكريبتين هرمون وبيطلع الانسولين. السنسور ده اللي كان اسمه الجي سي كي، السنسور ده اللي كان وظيفته كلها يا شباب ان هو يحس السكر العالي في الدم فيطلع انسولين. الانكريتين مش محتاج سنسور. نرجع تاني كده، الانكريتين ده مش محتاج سنسور، الانكريتين بيروح يستيميوليت البيتا سيل على طول تطلع انسولين مباشره. الانكريتين مش محتاج سنسور، السنسور ده دوره مهم جدا انه يحس السكر العالي في الدم، حلو كده، وبالتالي يطلع انسولين. عشان اكون دقيق معاك اكتر، السنسور ده بيطلع حاجه اسمها البيزل انسولين. احنا جسمنا بيطلع انسولين، المعلومه دي تعرفوها من ايام ما كنت طالبه، على مرحلتين. المرحله الاولى مع الاكل، انت كلت اكله جسمك يطلع انسولين مع الاكله دي على طول عشان يدخلها التيشو تتحرق وتدينا طاقه. وفي بيزل تاني اللي هو بيطلع بقى بالليل ده ويفضل
مستمرة على مدار اليوم عشان يعني يمنع التذبذب في مستويات السكر في الدم على مدار اليوم. فأنت جسمك بيطلع بولس انسولين اللي هو انسولين مع الوجبات، وبيزل اللي هو الانسولين على مدار اليوم يمنع التذبذب في مستويات السكر. السنسور ده مسؤول عن البيزل، فمسؤول عن نوع الانسولين اللي يمنع التذبذب في مستويات السكر. لكن البولس اللي مسؤول عنه الانكريتين، انت كلت الانكريتين يطلع يخلي البولس يطلع على طول اللي هو الانسولين بتاع الوجبات. ولذلك نرجع لموضوعنا، عيان مودي ده عيان حلو قوي، عارف ليه؟ العيان ده عنده السنسور ده عطلان، فباختصار البيزل مش هيطلع، لكن البولس هيفضل شغال عادي. انت مجرد ما اكلت الانكريتين طلع، البولس يطلع عادي. فكل اكله تاكلها هيطلع لك انسولين عادي يتعامل معاه، لكن الانسولين اللي بيحافظ على تذبذب مستويات السكر ده مش هيكون موجود. ولذلك عيان مودي ده هو عيان سكر لانه في بيزل عنده انسولين ما بيطلعش، ولكن نادرا ما يحتاج لاي علاجات، لانك الاكله اللي هتاكلها هيطلع لها الانسولين بتاعها، فسكرك هيرجع للنورمال تاني. شويه بقى تذبذب السكر ممكن يعني عنده حاجه بسيطه او حاجه لا تستدعي اي علاجات خالص. فممكن يبقى عيان سكر وما بيحط ما يحتاجش علاج. النوع اللي اسمه مودي ده او ماتيوريتي اونس دايابيتس، دايابيتس اوف يانج. وعلى فكره ده في منه انواع، النوع اللي انا بتكلم عليه هنا اللي اسمه المودي 2، ممكن في محاضره سابقه بقى اكلمك على انواع المودي ده. فاحنا كده عرفنا انواع السكر، في تايب 1 في تايب 2 وفي المودي. ننتقل للخطوه الثالثه، بس قبل ما اتكلم فيها عايز اسمع اسئلتكم لو حد عنده سؤال. الخطوه الثالثه وكده نوقف النهارده. ها، نقطه ثالثه اتكلم فيها ان شاء الله اللي هي الكلينيكال بيكتشر والكومبليكيشن. اسمع اسئلتكم يا شباب لو حد عنده اسئله. يبقى احنا اتكلمنا الاول على كده حضرتك يا دكتور، الانسولين بيطلع بطريقتين، بالجي سي كي سنسور وبالانكريبت كريتين هرمون، صح هرمون. كده؟ بالظبط كده. تمام. طب فاهمين يا شباب كويس المعلومات؟ كلير وواضحه كده كويسه. تمام يا دكتور، شكرا جدا. يعني يا دكتور معلش اتفضل، لو حد ممكن عنده نعيد سؤال المودي اتفضل. تاني سمحت؟ عيان المودي، اعيده حاضر. عيان المودي ده عيان عنده السنسور ده مش شغال. السنسور ده احنا بدأنا بيه المحاضرة، قلنا السنسور ده مسؤول انه يطلع بيزا الانسولين. انتوا يا شباب بيطلع لكم نوعين من الانسولين في جسمنا، نوع اسمه البولس اللي هو بتاع الوجبات، انت اكلت اكله يطلع لها الانسولين بتاعها. ايوه، انت اكلت اكله اهي دخلت علة السكر بتاعنا في الدم، السكر اللي علا في الدم ده لازم يطلع له انسولين ياخده ويوديه للتشو تتحرق. فده ده اسمه انسولين الوجبات اللي هو البولس ده. ده انسولين الوجبات، ده بيطلع بامر من الانكريتين. انت اكلت يطلع انكريتين يطلع بولس. لكن في انسولين تاني البنكرياس بيطلعه اسمه البيزل انسولين. ده انسولين بيطلع يفضل محافظ على مستوى السكر في الدم، يمنع التذبذب، ما يحصلش فلكتويشن في مستويات السكر في الدم طول الوقت. يبدا مستويات السكر في الدم مظبوطه معظم الوقت. واخد بالك انت؟ وزن النورمال رينج يعني. السنسور بتاعنا ده هو ده المسؤول عن هذا البيزل انسولين. واخدين بالكم؟ عيان المودي السنسور ده مش شغال، يبقى ما فيش بيزل عنده، لكن البولس اللي بيطلع مع الوجبات لا لسه موجود. وبالتالي عيان المودي، عيان المودي ما عندوش البيزل انسولين لكن لسه عنده البولس انسولين. وبالتالي اي اكله هياكلها هيطلع له بولس انسولين يخفض السكر في الدم للمستوى الطبيعي. وبالتالي هدي له علاجات اعمل له ايه؟ هو انا بدي علاجات لعيان السكر لان سكره عالي في الدم، ده راجل مش سكره مش عالي في الدم ولا حاجه. يحصل عنده شويه تذبذب بسيط بس ولا حاجه، لكن سكره ما بيعلاش في الدم. حلو كده؟ يبقى طب يا دكتور، تذبذبات السكر دي ما تأثرش في حاجة؟ ما مش تعملش هتبقى أي مؤذيه على المدى الطويل. كومبليكيشن؟ مش هتحصل لكم يعني، انت لما تيجي حتى تشوف التكست، معظم التكست بوك لما تيجي تتكلم في النقطه دي، التكست المحترمه تقول لك ان المايكرو فاسكولار والمايكرو فاسكولار كومبليكيشن از رير، نادره الحدوث، ممكن يقعد 40 سنه مودي ما يحصلوش اي حاجه خالص. التهابات الاعصاب الطرفيه اللي بتحصل لعيانين السكر ما نسمعش عنها في المودي، نادرا ما نشوف عيان كده. يبقى هديله علاج بمناسبه ايه؟ لما تيجي تقيس له سكره تلاقي سكره مثلا عالي عن الطبيعي 5 درجات 10 درجات، كلام فاضي، ما تدروش عليه دواء. واخد بالك؟ تمام دكتور، شكرا. طب ده عيان المودي. طيب يعني الكلام ده لازم يكون فيري كلير يا جماعه، تيجي تقرا الكلام كده
من اي تكست تبقى انت المعلومه عندك حلوه. انا عارف ان مودي ده عنده مشكله في الجي سي كي اللي هو السنسور بتاع البيزل انسولين. انا كده فهمت الدنيا كويس. ما انا عارف ان ده ما يحتاجش ياخد علاجات، اصل البولس انسولين عنده بيطلع كويس. حلو كده، يبقى في عيان تايب 1 وفي عيان تايب 2 وفي عيان مودي، وفي الحاله الرابعه بقى اللي هي الجستيشن اللي هو سكر الحوامل، وده مش هنتكلم عنها خالص لان هي ما فيهاش باثولوجي، يعني مجرد ما الست بس سكرها بيع، مجرد ما الست بتحمل او اي فيميل بتحمل بيجي لها انسولين سام انسولين ريزيستنس، فبنديها ادويه وبنحسن اللايف ستايل وبتكون كويسه بعد كده. فاحنا كده خدنا المقدمه وخدنا الانواع، تعالى خش معايا على طول بقى على الاعراض اللي تظهر على عيان السكر، وانتوا اللي هتقولوها برضو ركز كده. اذا كان تايب 1 ولا تايب 2 فالاثنين، واحد عنده نقص في الانسولين مفيش انسولين بيطلع، والتاني عنده انسولين ريزيستنس ومعاها نقص في الانسولين، فالاثنين هيتشاركم في ان جسمك مش قادر يستفيد بالجلوكوز. تايب 1 ما عندوش انسولين فجسمك مش قادر يستفيد بالجلوكوز ويحرقها، وتايب 2 عنده انسولين ريزيستنس فحتى لو الانسولين موجود انا مش قادر استفيد بالجلوكوز اللي موجود. فالاثنين سكرهم يعلى في الدم، والسكر لما يعلى في الدم افتكر دايما المعلومه دي. عارفين لما يجي رمضان بنعمل احنا حلويات في البيت كده، بسبوسه وبتاع، الستات الشاطره كده بعد الاكل تقوم عامله لك بسبوسه، صينيه بسبوسه، صينيه كنافه، مش عارف ايه، واخدين بالكم؟ صينيه الكنافه والبسبوسه دي بتبقى بيسقوها شربات، هي تلاقيها كده بتجيب سكر في ميه وتغليه على النار لحد ما يبقى شبه الشربات كده اللي هو حاجه لزجه كده. كل البنات اللي بتسمعنا اكيد عارفاها كويس، لو بيعملوا طبق كنافه حلو وطبق بسبوسه مش عارف ايه، فبيعملوا الشربات ده اللي هم بيجيبوا سكر يحطوه في ميه. في حد بيضحك عارفين. الشربات ده اللي هو بيبقى ماده لزجه كده، سكر مدوبينه في ميه يحطوه على النار يغلي يطلع الميه اللي فيه، بيبقى ماده لزجه كده. اللزوجه بتاعته دي شبيهه جدا بحاله الهايبر جلايسيميا اللي هتحصل في عيان السكر، لان سكرك عمال يعلى في الدم يعلى في الدم يعلى في الدم، سواء تايب 1 ولا تايب 2 بدون تدخل من الانسولين، الانسولين مش عارف يتصرف. اما مش موجود تايب 1 او اما قليل وفي ريزيستنس زي تايب 2. فالسكر عمال يعلى في الدم يعلى في الدم معانا، السكر العالي ده بقى عامل زي في الفيسكوستي بتاعته او في اللزوجه بتاعته شبه الشربات اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. السكر العالي في الدم ده مش هيقعد ساكت، ده حواليه خلايا وحواليه اورجن وبتاع، ده سيركيوليشن حواليها اورجنز الجسم كلها ماشيه في كل حته في الجسم، تبدا بالاوزموتيك بريشر تسحب ميه من كل الاورجن اللي حواليه، تسحب ميه، وبالتالي الخلايا دي كلها يتسحب منها الميه، فالعيان الخلايا دي كلها من سحبت منها الميه اللي جواها، فيظهر عندك اول عرض هيشتكي بيه العيان ان العيان ده هتلاقيه خلاياه عطشانه، فتلاقيه يشرب كتير، ادي اول عرض بولي ديبسيا، والخلايا دي اتسحبت منها الميه فالعيان ده يبدا يشرب كتير فيشتكي منك في البوليديبسي. الميه اللي اتسحبت كتير دي دخلت كلها السيركيوليشن، فالبلاد فوليوم في السيركيوليشن زاد، ما انا سحبت ميه من كل الاورجن اللي حواليا وحذفتها في الدوره الدمويه بتاعتنا او في السيركيوليشن بتاعنا، فالبلاد فوليوم حجم الدم اللي كان المفروض 5 لتر ولا حاجه نزلت فيه ميه كتيره جدا بسبب السكر العالي، فالبلاد فوليوم بقى 7. الكلى تسكت تقول لك لا ده البلاد فوليوم بقى فوق النورمال دلوقتي، تعالى يا عم هات الميه الكتير دي ارميها لي في البول، فتلاقي العيان بيخش الحمام كتير بولي يوريا، وخصوصا بالليل نقط يوريا، يعني البول الكتير اللي هيجيبه ده يبقى بالليل. عيان السكر دايما يشتكي لك دي، يقول لك انا بخش الحمام بالليل كتير يا دكتور، فبولي يوريا ده هيكون رقم واحد. رقم اتنين او بولي ديبسيا، العيان عطشان كتير وبيخش الحمام كتير، دي رقم اتنين. ورقم ثلاثة في الاعراض، كلام كله منطقي هو ماشي مع العقل والمنطق، السكر الكتير في الدم ده التشو كلها مش عارفه تستفيد بيه، كل البريفرال تشو دي مش واصل لها سكر، ومن ضمنهم الساتايتي سنتر. الساتايتي سنتر مش جاي له جلوكوز ومش جاي له انسولين، فيديك امر بالجوع يخليك تاكل كتير، فيجي العرض الثالث بولي فاجيا. مش دول اللي انتوا تسمعوهم، بس فرق كبير ما بين الحفظ والفهم، فرق كبير بين انك تكون بتحفظ الاعراض وبين تكون انك تكون فاهمها. انا بحب الفهم جدا واحب قوي المايند ماب، انك تكون مرتب الكلام في دماغك بالصوره الحلوه اللي احنا بنعرضها بيها دي كده. فالعيان يكون عنده بولي ديبسيا، العيان بيشرب ميه كتير، اصل الميه اتسحبت من كل التيشو بتاعته بسبب السكر العالي في الدم، والميه الكتير اللي نزلت دي زودت البلاد فوليوم، فالكلى ما تسكتش تاخد الميه الكتير دي ترميها في البول، فالعيان يخش الحمام كتير بوليوريا، وزائد ان السكر مش بيوصل للساتايتي سنتر فتديك امر بالجوع، فالعيان ياكل كتير بوليفاجيا. وخلي بالك الاكل الكتير اللي هياكله ده هيعلي السكر اكتر واكتر،
فالاعراض شويه بشويه تبدا تزيد اكتر واكتر كمان. ده مش بس كده، تعالى نرجع لاول كلمه قلناها في المحاضره، جسمك كان بيستفيد بالكربوهيدرات فمش عارف يستفيد منها فيشفت الحرق على مين؟ ما هو في كربوهيدرات وانا مش عارف استفيد بيها، اما تايب 1 مفيش انسولين او تايب 2 في ريزيستنس للريسبتورز فيشفت الحرق على الدهون، فيجي العرض الثالث ويت لوس، العيان يفقد وزن. اما تحرق الدهون العيان هيبدا يقل في الوزن بتاعنا، فبوليوريا، بوليديبسيا، بوليفاجيا، ويت لوس، الخلايا اللي انت سحبت منها الميه دي هتبدا تجف، فالعيان يحس بالجفاف، دي هايدريشن. يبقى انا عديت لك خمس اعراض يحصلوا العيان سكر، بوليوريا، بوليديبسيا، بوليفاجيا، ويت لوس، ودي هايدريشن. نقولهم تاني خمسه مع بعض، ثلاثه بولي، بوليوريا، بوليديبسيا، بوليفاجيا، ويت لوس، ودي هايدريشن. جيت اقول لك ليه بوليديبسيا، ليه بيشرب ميه كتير، تقول لي ما هي اتسحبت ميه من الخلايا، فالخلايا عطشان، السكر العالي في الدم ده سحب ميه من كل الخلايا اللي حواليه رماها في السيركيوليشن. طب ليه بيخش الحمام كتير؟ اصل البلاد فوليوم زاد قوي بسبب الميه الكتير اللي سحبتها، الميه الكتير دي تنزل في الكلى وتعمل لك اكسسيف يورينيشن، العيان يخش الحمام كتير، فبول يوري. وعلى فكره البول الكتير ده بيبقى بول نازل ومعاه سكر، ما سكر بيبقى عالي في الدم، احنا اتفقنا في اول المحاضره لما السكر يعدي ال 180 هيبدا يظهر في البول، ده بول نازل ومعاه سكر، يعني عايز اقول لك البكتيريا اللي موجوده في اليورينري تراكت هتزغرط من الفرحه. انت متخيل انا عندي ميه وسكر، ده وسط محترم لليورينري تراكت انفكشن، فعيان السكر عرضه جدا لليورينري تراكت انفكشن لان سكر نازل ومعاه ميه، ده وسط محترم لنمو المايكرو اورجانيزمز، فالعيان ده دائم الزيارات لليورينري تراكت انفكشن باستمرار. يبقى احنا كده اتكلمنا على انواع عيان السكر والكلينيكال بيكتشر اللي تحصل لعيان السكر. نقف عند نقطه مهمه بقى اللي هي النقطه الرابعه والاخيره اللي هختم بيها، اللي هي الكومبليكيشن اللي تحصل لعيان السكر او المضاعفات اللي تحصل لعيان السكر. تتخيل معايا ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل لعيان السكر يا جماعه؟ هات لي تايب 1 ده الاول. تايب 1 فيه معلومه جميله جدا ومهمه جدا، في الراجل ده ما عندوش انسولين فجسمه مش قادر تماما يستفيد بالكربوهيدرات، فانا بضطر اديله انسولين من بره عشان جسمه يستفيد بالكربوهيدرات. طيب ماذا لو عيان سكر بقى تايب 1 ما بياخدش الانسولين بتاعه؟ ايه اللي ممكن يحصل له؟ كان في مسلسل زمان بيجي كده اسمه حماده عزه، تعرفوه، بتاع يحيى الفخراني، مشهور قوي في مصر. كان جه في الحلقات الاخيره منه اتخانق مع امه وكده ومش عارف ايه، وهي ماتت فحزن عليها قوي، حس ان هو السبب، وهو كان عيان سكر، عيان تايب 1 ما عندوش انسولين، وكان بياخد انسولين وكان طول المسلسل كويس. جه في الاخر بقى حس ان هو اللي موت امه، فايه قال لك انا هنتحر بقى، قام رايح ياكل بليله مليانه سكر وما خدش انسولين، ما بياخدش انسولين والسكر، وعمال ياكل بليله وحلويات وحاجات فيها سكر كتير، فالسكر عمال يعلى 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 في الدم بدون انسولين. تخيل كميه السكر بقت عاليه جدا 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 في الدم عنده، والجسم مش عارف يستفيد فيها، فالجسم بدا يبقى شره، مش لاقي مصدر للطاقه، فالجسم بقى بيحرق دهون بكميه كبيره جدا 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 كتعويض عشان ياخد الدهون دي ويستخدمها از سورس الانرجي، وده الترتيب الطبيعي للميتابوليزم، مش عارف استفيد بالكارب هحرق دهون، حرق الدهون بيطلع فاتي اسيد استخدمها از سورس الانرجي، وبيطلع مواد مهمه جدا اسمها الكيتون بادز. الكيتون بادز دي او اجسام الكيتون دي برضو مواد بتستخدم از سورس الانرجي يا شباب، بس مشكلتها ان هي مواد اسيدك. ايه ده؟ يعني تايب 1 ما خدش انسولين، جسمه مش هيحرق كربوهيدرات فهيحرق فات، فهيطلع كيتون بادز، هذه الكيتون بادز اسيدك، لما تطلع كتير قوي بتنزل في الدم بكميات كبيره، والعيان البي المواد الاسيدك دي في الدم تقلب بي اتش الدم الى من سلايتلي الكالاين، من 7.4 الى اسيدك، فالعيان يحصل له اشهر مضاعفات تحصل لتايب 1. اشهر مشكله تحصل لتايب 1 لو ما خدش الانسولين بتاعه ان يجي له مشكله اسمها الديابيتك، لانه عيان سكر، كيتو اسيدوزس، كيتو نسبه للكيتون بادي واسيدوزس نسبه لان هذه الكيتون بادز اسيدك فتعمل اسيدوزس في الدم. فتايب 1 ما خدش الانسولين بتاعه عرضه جدا لدك، ده بقى اللي بنقول عليه بتحس في ريحه الفم عنده، ريحه التفاح اللي هو المعفن ده، اللي هو بتحس التفاح فاسد كده وبايظ، هتلاقي جلده كمان دي هايدريتد جدا وجلده كمان ناشف جدا، وده لازم تدخل فوري بالانسولين، وقصه كده هنبقى نحكيها ان شاء الله. فده اشهر مضاعفات تحصل لتايب 1 اللي هي الدكه دي، تايب 1
جسمه مش عارف يستفيد عندما المفروض كان بياخد انسولين ما بياخدش انسولين، فالسكر عالي جدا جدا في الدم مش عارف يستفيد بيه، فالجسم يشفت الحرق على الدهون او على الفاتس، تتحرق بكميه كبيره، تطلع كيتون بودز بكميه كبيره جدا، هذه الكيتون بودز اسيدك، تقلب الدم الى من سلايتلي الكالاين، البي اتش بتاع الدم من سلايتلي الكالاين الى اسيدك، وينتج مواد اسمها الكيتون، الكيتون بودز. الكيتون بودز دي تخلي الدم اسيدك، لازم تدخل فوري. التدخل الفوري كلمه السر، اديله انسولين، وطبعا سلسله تانية من العلاجات بنعملها، بنديله فلويد وبوتاسيوم كمان، بس نديله ايه رقم واحد؟ لازم الانسولين. عارف ليه؟ انا اول ما اديله انسولين ايه اللي هيحصل؟ جسمه السكر العالي الكتير ده الانسولين هياخده ويبدا يحرقه. طب الجسم بدا يستفيد بالسكر اهو، يعني بدات تستفيد بالقرب، يبقى وقف حرق للدهون، يبقى هستوب البرودكشن بتاع الكيتون بودز. يبقى انا حليت الموضوع كله في ضربه واحده، اديت الانسولين يبقى انا استفدت بالسكر العالي، خدته حرقه فالسكر هيقل في الدم، ورقم اتنين وقفت حرق الدهون، فما عادش هيبقى في عندي كيتون بودز برودكشن، وبالتالي حاله الاسيدوزس تتعالج تدريجيا. وبندي طبعا فلويد، لان العيان ده برضو السكر العالي، ما هو اكيد سحب ميه من الخلايا، فالخلايا دي هايدريتد، فبدي فلويد وبدي بوتاسيوم معاها كمان، لان الانسولين برضو هو بياخد الجلوكوز يدخله جوه الخلايا، بيدخل معاه بوتاسيوم، البوتاسيوم ساعات بينقص في الدم شويه، فبندي بوتاسيوم برضو. يبقى اشهر مضاعفات لتايب 1 هي الدكه. نختم باخر معلومه في المحاضره النهارده، تايب 2 ايه اشهر مضاعفات تحصل له؟ تايب 2 مشكلته ايه؟ انسولين ريزيستنس، ده رقم واحد. ورقم اتنين غير الانسولين ريزيستنس بقى ايه يا شباب؟ النقص نسبي في الانسولين، عنده انسولين بس قليل شويه، عنده انسولين موجود بس قليل شويه، وحته الانسولين القليل دي هي دي اللي هتخلي تايب 2 مستحيل يجي له دكه، مستحيل يخش في دايابيتيك كيتو اسيدوزس اللي كنا لسه بنقولها. عارف ليه؟ بالراحه. تايب 2 ده مشكلته ايه؟ عنده انسولين ريزيستنس، الريسبتورز مش مستجيبه مع الانسولين، فسكره عالي في الدم نتيجه ان الريسبتورز مش مستجيبه، فجسمه مش عارف يستفيد بالكربوهيدرات، فالمفروض يشفت الحرق على الفاتس. استنى معايا، تايب 2 عنده انسولين ريزيستنس وعنده شويه انسولين صغيرين موجودين، شويه الانسولين ده هم يزقوا شويه فبيحركوا ميتابوليزم الكربوهيدرات، يعني انا مش هستفيد بكل الكربوهيدرات الموجوده لكن هستفيد ب 20% منها، ب 30% منها. عيان تايب 1 مش بيستفيد بالكربوهيدرات نهائي، ما عندوش انسولين خالص، فالجسم مضطر يحرق كل الدهون الموجوده عشان يستخدمها سورس الانرجي. تايب 2 لا، عنده ريزيستنس في الريسبتور وعنده شويه انسولين بيزقوا شويه الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات. يقوم الجسم يقول لك انا مش بحرق كربوهيدرات اهو، ما تقوليش احرق فاتس بقى. اي نعم انا بحرق كربوهيدرات هي قليله بس بحرق، يبقى انا مش هحرق فاتس. وبالتالي العيان ده عيان تايب 2 سكره عالي لانه في ريزيستنس للريسبتورز وفي انسولين قليل، لكن مستحيل تحرق عنده دهون، فتلاقي العيان ده يحصل عنده مضاعفات اسمها لذيذ قوي، حتى اسمها بيوصف، يقول لك بيحصل ايه؟ بيحصل في عيان تايب 2 هايبر اوزمولر، هايبر اوزمولر يعني الاوزمولاريتي عاليه في الدم، السكر العالي، يعني نون كيتوتيك. يعني ايه نون كيتوتيك؟ يعني مفيش كيتون بادز هتنتج، مفيش حرق للدهون هينتج. اذا شوف بقى، اذا تايب 1، جيب القلم كده، الكومبليكيشن اهي في تايب 1، انا ما عنديش انسولين خالص، نو انسولين تماما، فالجسم مش عارف يستفيد بالكربوهيدرات، مضطر ينقل على الفات ميتابوليزم، فينتج كيتون بادز بكميه كبيره تعمل لي المشكله اللي اسمها الدكا او الدايباتيك كيتو اسيدوزس. لكن في تايب 2 انا ستيل عندي شويه انسولين، هم قليلين بس شويه موجودين، وبالتالي هقدر استفيد بشويه كربوهيدرات، فمستحيل احرق فات زي ما انا بعمل في تايب 1. يبقى انا هحرق شويه كربوهيدرات استخدمهم از سورس للانرجي، هحرق شويه من الكربوهيدرات وشويه تانيين معليين السكر في الدم، السكر في الدم هيفضل عالي برضه، فيعمل لي مضاعفات حلوه قوي اسمها جميل، اسمها بيوصفها، اسمها هايبر اوزمولر نون كيتوتيك. شوف الاسم الجميل، الاسم بيوصف الباثولوجي يا شباب، هايبر اوزمولر يعني الاوزمولاريتي عالي، ايوه بسبب السكر العالي اللي في الدم ده، وفعلا خالق اوزموتيك بريشر عالي في الدم. نون كيتوتيك يعني مش هعمل انتاج لكيتون بادز، لاني انا ستيل بحرق كربوهيدرات، فمستحيل انقل الحرق على الفاتس. خلاص،
يبقى احنا كده عرفنا ما هي المسار رقم واحد في المحاضره، مسار الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات ومصادر الطاقه في الاول، ده رقم واحد. رقم اثنين انتقلنا السكر، فعرفنا الانواع تايب 1 تايب 2 والمودي وسكر الحوامل. انتقلنا بعد كده للخطوه الثالثه اللي هي الكلينيكال بيكتشر بتاعت العيان، بوليوريا بوليديبسيا بوليفاجيا ويت لوس ودي هايدريشن. بعد كده انتقلنا للمعلومه الرابعه او للجزء الرابع اللي هي المضاعفات. اشهر مضاعفات تحصل لتايب 1 هي الدكا، واشهر مضاعفات تحصل لتايب 2 هي الهايبر اوزمولر نون كيتوتيك سندروم. دي المضاعفات يا شباب اللي بنسميها الاكيوت كومبليكيشن اللي ممكن تحصل للعيان، اللي هي اللي ممكن تحصل بسبب ما بياخدش علاجه، فجاه تبدا تحصل له المضاعفات دي بقى. حلو، في مره تانية ان شاء الله وفي لقاء تاني بقى هكلمكم كمان عن الكرونيك كومبليكيشن والعلاجات او المانجمنت، بس عايز اديك فكره كده عن المانجمنت لو انت ما زهقتش، فكره عن اسلوب العلاج بما اننا حكينا النهارده مسار الميتابوليزم. ايه رايكم ولا نقولها في لقاء تاني؟ لا بالمره يا دكتور عشان معلومات فريش يعني. حاضر. طيب اسمع اسمع كده بقيه الاراء. كمل يا دكتور. طيب احنا قلنا من شويه خلاص، احنا اتكلمنا على الانترودكشن، الانواع، الكلينيكال بيكتشر، الكومبليكيشن. تايب 1 هيبقى علاجه كلمه واحده، اديله انسولين، وجرعه الانسولين ما تضخش فيها، جرعه الانسولين يا شباب 6 من 10 وحده لكل كيلو، دي جرعه الانسولين. هات لي وزن العيان، انت وزنك كام يا عم؟ نجيب القلم كده ننزل تحت بصفحه فاضيه. انت وزنك كام يا عم؟ والله يا دكتور انا وزني 100 كيلو اهو، وتشخصت تايب 1، انا راجل وزني 100 كيلو اتشخصت. طيب احنا هنديك انسولين ما دام انت تشخصت تايب 1، جرعه الانسولين 6 من 10 وحده لكل كيلو. انت وزنك 100 يبقى انا هضرب 6 من 10 في 100، يبقى انا هاخد 60 وحده انسولين. يبقى الراجل ده هياخد كام؟ 60 وحده انسولين. 60 وحده دول بقى بنديهم له بطريقتين، حسب هو معاه فلوس ولا معاهوش، معاه فلوس ولا معاهوش. لان في نوع انسولين بنديه غالي شويه، وفي نوع انسولين بنديه رخيص شويه. في نوع اسمه، ودي الطريقه الافضل واللي انا بحبها دايما، جيب لون مختلف كده، طريقه اسمها البيزل بولس. ايه ده بيزل بولس؟ يعني هقلد الجسم، هدي انسولين زي ما الجسم كان بيطلع، ما الجسم بيطلع بيزل بالجي سي كي اللي كنا بنقول عليه فوق في السنسور، وبيطلع بولس بالانكريتين. انا هقلد الجسم اهو، ولانه بيقلد الجسم يعني انت بتماي ميك الفسيولوجي، فايه العظمه والجمال ده، انت بتعمل زي ما الجسم بيعمل. دايما لما تدي انسولين زي ما الجسم بيدي تبقى حاجه جميله جدا، مضاعفات اقل وتاثير افضل على العيان وحاجات جميله جدا، بس عيب الحاجات دي انها غاليه، هي دي اقلام الانسولين. فبنديه بيزل بولس، بقول لك تعالى ال 60 وحده دول هقسمهم نصين، 30 بيزل ودي تبقى حقنه اللانتوس اللي كلكم تعرفوها، هدي له 30 وحده بالليل، وال 30 التانيين بقيه ال 60، ما هي الجرعه كلها 60، 30 وحده بالليل وال 30 التانيين قسمهم على الثلاث وجبات، 10 وحده على الفطار، 10 وحده على الغداء، 10 وحده على العشاء. ده البيزر بورس. هات لي قلم اللانتوس وقلم الاكت رابد لو سمحت، او الهيومولوج او الاسامي الموجوده في الصيدليات دي. الكلام ده انا بشرحه حتى زي ما هو كده في كورسات البروميتريك والبورد يا شباب، الكلام ده كلام مهم جدا. انا حتى في كورس البورد بالذات بقول لهم نقطه هنا مهمه جدا في البولس، شايفين ال 30 دي انت بتقسمها على الوجبات 10 10 10، ممكن على فكره تيجي ب 10 الفطار دي تقول لا انا هدي له 5 بس وهخلي الغدا 15. العب بقى في الارقام براحتك، المهم انك تخليه السكر على مدار اليوم مظبوط. انت ممكن تلاقيه بعد وجبه الغدا سكره بيعلى اكتر، يبقى ال 10 دي مش كافيه، يبقى ناخد من 5 بتاعت الفطار وانزلها في الغدا واخلي الفطار هو اللي 5 بس، واخد بالكم؟ ممكن احنا اتفقنا 10 10 10، لا انا ممكن اخلي دي 10 واخلي دي 15، ازود انا 5 شويه مش مشكله. علاجات السكر في الانسولين بالذات تراي اند ايرور، جرب وشوف العيان بتاعك هيستجيب ولا مش هيستجيب. فده تايب 1 قولا واحدا احنا هنديله ايه؟ قولا واحدا احنا هنديله الانسولين. طب تايب 2؟ تايب 2 عندي ايه؟ نختمها في كلمه واحده بس، تايب 2 انا عنده مشكلتين، انسولين ريزيستنس ده رقم واحد ودي مشكله رئيسيه عنده، والثانيه نقص في الانسولين. تعالى يا عم نعالج الريزيستنس، تعالى نعالج نقص الانسولين ده، والله الموضوع سهل جدا، تعالى نعالج موضوع الريزيستنس الاول لانه هو المشكله الرئيسيه. فهنديله ادويه اسمها سنسيتايزر، نشيل ده بس كده نجيب القلم الثاني، هديله ادويه اسمها
سنسيتايزر، اشهرهم الميتفورمين اللي هو عيله البايكوانايت، الميتفورمين ده اللي هو في الجلوكوفاج اللي ناقص الايام دي. فهديله الميتفورمين هيروح يشتغل على الريسبتورز ده، يحسن استقبال الانسولين على الريسبتورز بتاعه، يخلي الدنيا شغاله هنا كويسه وجميله جدا. طب وفي عيله تانية سنسيتايزر؟ اه بس الميتفورمين احسن افضل منها. العيله التانية اسمها سايازوليدين دايون، تي زد دي. ها تي زد دي اسمها ليها مثالين، روزي جلايتازون وبايو جلايتازون. انا حتى بحفظه من الطلبه كده في الكورس، بقول لهم ايه، روزي بنت وبايو ولد، يبقى السايزوليدين دول في بنت وولد، بنت اسمها روزي ولد اسمه بايو، يبقى روزي جلايتازون بايو جلايتازون. دول سنسيتايزر. عارف السايزوليدين دايون دي بتشتغل ازاي؟ شوف بقى، تيجي من هنا اهميه البيزكس اللي احنا قلناها في اول المحاضره. عارف بتعمل ايه؟ انت ممكن تقولي سنسيتايزر وتسكت وخلاص، لكن لا، تيجي تقرا في الكتاب كده او تكست محترم تلاقيه بيقول لك ايه، دي بتموديوليت البي بار جاما، بتموديوليت بتظبط الاكشن بتاعها، تقول لها اهدي على نفسك شويه. فالعيله دي بتقلل من طلوع الاديبوكاين والفري فاتي اسيد. شفت الجمال لما تكون فاهم البيزكس، تكون استاذ قاعد، حد يجي يقول لك السايزوليدين دايون بتشتغل ازاي، تقول له سنسيتايزر، يقول لك ده لو عدى عيل في الشارع هيقولها لي سنسيتايزر دي. فاهمني انت يا بيه السايزوليدين دي بتشتغل ازاي، ايه الميكانيزم بتاعها؟ هتقول لي سنسيتايزر وتسكت؟ تقول لي ده بتموديوليت البي بار جاما. ايوه بتعمل ايه يعني؟ طالما بتموديوليت البي بار جاما بتقلل من طلوع الاديبوكاينز، فتضرب في مقتل موضوع الانسولين ريزيستنس اللي كان بيحصل، وتقلل من طلوع الفري فاتي اسيد. حد يقول لي طب هي دي مش بنستخدمها قبل الميتفورمين؟ ده الميتفورمين ده كل الناس بتاخده تقريبا، اللي هو السيتوفاج والجلوكوفاج والحاجات دي. هقول لك عشان ليها اعراض جانبيه بس، فحطينا احنا رقم 2 في العلاج بعد الميتفورمين لو الميتفورمين ما جابش نتيجه، لكن هي كميكانيزم رائعه في الاكشن. من هنا ورايح بقى تسمع السايزوليدين دايون تفتكر دكتور حمدي على طول. السايزوليدين دايون دي بتموديوليت البي بار جاما، يبقى انت فاهم بتشتغل ازاي. ما تقوليش سنسيتايزر دي اللي معدي في الشارع يقولها لي دي، خلاص. يبقى دي اول عيله كده. احنا ضربنا المشكله تايب 2 في مقتل، ما هو تايب 2 مشكلته انسولين ريزيستنس، انا هضربها له بالعيله دي. حلو كده، تعالى بقى نزود افراز الانسولين. يلا المشكله الثانيه لتايب 2 نقص الانسولين. يا سيدي ده انت عندك من الحبايب كتير. بص يا سيدي، مش احنا كنا بنقول ان الانكريتين بيدي امر البنكرياس يطلع انسولين، صح كده؟ طب انا يا عم هديك ادويه شبه الانكريتين، انكريتين انالوج، ايه رايك؟ هعمل دواء شبه الاميلين اسمه برامليتايد، ودواء شبه الجي ال بي 1 زي الاكزيناتايد والليراجلوتايد. الادويه تحفظها على الرسمه زي ما انا عاملها كده، تبقى استاذ عمرك ما تنساها، عمرك ما تنساها، عارف كل دواء شغال فين، مستحيل تنساه. لكن كلام مرصوص تحت بعضه في الورق، ما انا كاتبها في الورق عندي عادي في الكورسات، لكن لما باجي اشرح لازم اعملها كده عشان انت هتذاكر كده، فتلاقي المعلومه بالنسبه لك جميله جدا وحلوه جدا. يبقى انا هعمل دواء شبه الاميلين وشبه الجي ال بي 1، اللي شبه الاميلين اسمه البراملين تايد، واللي شبه الجي ال بي 1 زي الاكزيناتايد والليراجلوبايد واسامي اخرى، كلهم اسمهم انكريتين انالوج شبه الانكريتين، بس هم لهم ميزه عن الانكريتين. الانكريتين ده هرمون بيتدغدغ بالدي بي بي 4، لذلك قلت لك عنه في اول المحاضره ان الانكريتين ده شورت اكت، لكن دي ادويه انا اللي عاملها بايدي لونج اكت، تعمل استيميوليت للبنكرياس يقعد يطلع 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 انسولين. اديني زودت افراز الانسولين اهو يا عم لو مزعلك. بلاش العيله دي. عندك عيله ثانيه، عيله اسمها دي بي بي 4 انهبيتورز. مش الدي بي بي 4 ده اللي بيكسر الانكريتين؟ طب انا هعمل له انهبيشن، يبقى الانكريتين هيفضل شغال وما عادش هيبقى شورت اكت، هيفضل شغال على طول بقى. يبقى انا ادي ادويه دي بي بي 4 انهبيتور، تعطل الدي بي بي 4 فالانكريتين يزيد فيزود افراز الانسولين. يبقى انا ادي انكريتين انالوج دي بي بي 4 انهبيتور. اساميها حلوه، هي عيله اسمها جليبتين. احفظ بقى الابناء، سيتا جليبتين سيكسا جليبتين لينا جليبتين قالو جليبتين، فدي عيله اسمها جليبتين. يبقى الجليبتين بابنائه، ما تقعدش تحفظ كل واحد، لا هو الجليبتين بابنائه بقى، سيتا جليبتين سيكسا جليبتين لينا جليبتين قالو جليبتين. يبقى ادي عيله زودت السكريشن وادي عيله زودت السكريشن. بلاش تقعد تتحايل كده في عيله احنا خالقينها مباشره تستيميوليت الانسولين سكريشن. عيله اسمها سكريتا جوك، اللي هم الاشهر سلفونايل يوريا الاس يو، سلفونايل يوريا زي الجليمي برايت الموجود في دواء في الصيدليه اسمه الاميريل لو تعرفوه، الجليكلازايد، الجلايبيورايد، كل دي عيله اسمها سلفونايل يوريا. في دواء تاني اسمه الميجليتينايد،
زي الرابي والناتي ميجليتينايد، زي الرابي جلينايد والناتي جلينايد، اللي هم الاسامي دي كل ده اسمه سكريتاجوج، ودي عيله برضو بتزود افراز الانسولين. يبقى انا ممكن ازود افراز الانسولين بثلاث ميكانيزمات يا عم افرح. الاولى سكريتاجوج زود افراز الانسولين، الثانيه انكريتين انالوج، الثالثه دي بي بي 4 انهبيتورز. يبقى انا هات لي سنسيتايزر واختار لي من دول اي واحد من الثلاثه دول. احنا بنحب نختار مين؟ بنحب السكريتاجوج. فتلاقي دايما في الصيدليه الدكتور اللي بيعالج تايب 2 يدي اميريل اللي هو الجليمي برايد مع الجلوكوفاج او السيدوفاج اللي هو الميتفورمين، يعمل الكومباينيشن الحلو ده. حلو كده. طبعا بقى ترتيب العلاجات بندي السكريتاجوج الاول وسنسيتايزر، وبعد كده بنقاد بقى عيله ورا الثانيه والثالثه لو العيان ما استجابش، لو العيان سكره ما اتظبطش معانا. دي بقى نبقى نتكلم عليها في محاضره جايه بعد كده يعني. حلو كده. فده اسمه سكريتاجوج مع السنسيتايزر. طب احنا كده خدنا عيله الانكريتين، خدنا عيله الدي بي بي 4، وعرفنا كل واحد بيشتغل ازاي، بقينا فاهمين كل واحد كويس. خدنا السكريتاجوج، فاضل لي العيله دي. شوف العيله اسمها ايه يا اخي، اسمها بيوصفها والله. ما احنا خلاص خدنا البيزكس كويس، فهمنا بيزكس. المحاضره دي عنوانها بيزكس. عيله اسمها الفا جلوكوسايديز انهبيتور، قول انت هتعمل ايه؟ الفا جلوكوسايديز هتعطل هذا الانزيم، يبقى الكرب اللي داخل كله، مش كل الكرب اللي داخل هيتفكك لوحدات جلوكوز. ده اللي هيتفكك حاجات قليله خالص، لان عطلت الانزيم. انا كده كاني سيطرت على كميه السكر اللي بتوصل الدم. طب دي مفيده لعيان السكر يا دكتور؟ طبعا هتخلي كميه السكر اللي داخله قليله. طب ودي حلوه لتايب 2؟ تايب 2. ما هو تايب 2 مشكلته ايه؟ تايب 2 عنده انسولين قليل، فانا هدخل له سكر قليل. مش انت عندك انسولين قليل؟ خلاص انا هدخل لك يا عم سكر قليل بالالفا جلوكوسايديز انهبيتور. تعطل الالفا جلوكوسايديز انزيم، توقف تحويل كل الكارب اللي داخل لسيمبل كارب، فالسكر اللي داخل هنا يبقى قليل. بس ما تفرحش قوي كده، ما تفرحش تقول دي عيله جميله. لا استنى، ما هو انت برضو مش عايز الجسم اللي داخل لك سكر قليل. لا يا عم، دخل لي سكر كتير وانا هحسن افراز الانسولين احسن. ما انا مش هفرح بالسكر القليل اللي داخل، انا جسمي محتاج جلوكوز از سورس للانرجي، صح ولا ايه؟ ففي عيله اسمها الفا جلوكوسايديز انهبيتور بنستخدمها فقط للناس اللي هم استخدمنا لهم ثلاث واربع ادويه من السكريتاجوج بقى دولا، ومن الانكريتين، ومن الدي بي بي 4، ومن السنسيتايزر، ولسه برضو سكره بيعلى بعد الاكل شويه. اقول له بقى انا هديك حاجه تظبط لك الدنيا شويه، الالفا جلوكوسايديز انهبيتور ده. فلذلك ده اد اون ثيرابي، اد اون يعني حاجه اضافيه في العلاج. حلو كده. هختم باخر حاجه خالص في الادويه بقى، عيله تعمل انهبيشن لهذا الترانسبورتر. بص كده، هو الترانسبورتر ده كان بيعمل ايه في الاول؟ حد فاكر في اول المحاضره خالص؟ بيعمل ريابزوربشن للجلوكوز. جميل، ده كان بيعمل ري ابزورب للجلوكوز. تقول لك بص يا عم ريح دماغك، انت مشكلتك ايه في عيان السكر؟ مش سكره عالي وهو اللي قاعد يعمل لك الاعراض والبوليديبسيا والبوليوريا والبوليفاجيا، والسكر ده اللي هيعمل لك مضاعفات بعد كده، هو مش السكر العالي ده هو اللي قرفك؟ طب يا عم انا هعمل انهبيشن لهذا الترانسبورتر، فاي سكر هيعلى في الدم هيجري في البول وينزل، انا همنع الري ابزوربشن تماما، فهدي ادويه اسمها الاس جي ال تي 2 انهبيتورز، اللي هي الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر انهبيتور. انا همنع الري ابزوربشن بتاع الجلوكوز. عيله اسمها الجليفلازولين، مكتشفه 2013. جليفلازولين، امبا جليفلازولين، كان جليفلازولين، دابا جليفلازولين، وارتو جليفلازولين. العيله دي بتاخد كل السكر العالي في الدم ترميه في البول، وما دام سكر كتير هينزل في البول برضه يبقى نفس المشكله. العيله دي بتعمل يورينري تراكت انفكشن لان سكر كتير نازل في البول. العيله دي اول ما اكتشفت كانت اخر لاين خالص في العلاج، حديثا بداوا يقدموها قوي في العلاجات، يحطوها رقم واحد ورقم اتنين في تايب 2. لان يقول لك هو انا كل مشكلتي مع عيان السكر ايه؟ مشكلتي ان السكر عالي، انا عمال احارب السكر العالي. طب ما تديني يا عم العيله الحلوه دي تاخد السكر عادي ده ترميهولي في البول وخلاص واخلص. ما هو انا كل مشكلتي العيان السكر ان سكره عالي، يبقى انا اخد السكر عادي ده ارميه في البول واخلص بقى. فهمتوا فكرتها ايه؟ فالعيله دي اول ما اكتشفت كانوا حاطينها اخير في العلاجات، اترتبت دلوقتي بدات تطلع في الترتيب وممكن تبقى رقم واحد او رقم اثنين في العلاجات. عيبها بس السايد افكت الكتير. العيله دي عيله ممتازه لانها هتحل لي برده الموضوع شويه، انها تساعدني السكر العالي في الدم يقل، بس عيبها اعراضها الجانبيه كتير. تبص انت على الرسمه دي تلاقي نفسك خدت النهارده معايا اربع نقط حلوه جدا او خمس نقط حلوه جدا. اولا فهمت مسار مصدر الطاقه في جسمنا، مسار الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات لحد ما يوصل انه يتحرق، وبناء عليه انتقلنا بقى مين هي انواع السكر. نوع ما عندوش انسولين، تايب 1،
تايب 2 عنده انسولين قليل بس عنده انسولين ريزيستنس بسبب السنترال اوبيستي الموجود. وبعد كده النوع اللي اسمه المودي اللي عنده مشكله في السنسور بتاع البيزل انسولين. بعد كده انتقلنا على الكلينيكال بيكتشر اللي هي النقطه رقم 3 اللي هي الاعراض البوليوريا والبوليديبسيا والبوليفاجيا والويت لوس والديهايدريشن اللي بتحصل، كل ده بسبب السكر اللي عالي في الدم. بعد كده انتقلنا على النقطه رقم 5 او نقطه رقم 4 اللي هي المضاعفات اتكلمنا عليها. بعد كده رقم 5 اللي هي السايت اوف الدراج اكشن، بقى الادويه بتشتغل فين لعلاج تايب 2. عرفنا ان في عيله اسمها سكريتاجوج، وعيله اسمها انكريتين انالوج، وعيله اسمها دي بي بي 4 انهبيتور، وعيله اسمها الفا جلوكوسايديز انهبيتور، والعيله الافضل لتايب 2 اللي هي السنسيتايزر. وعرفنا كل واحد بيشتغل ازاي خصوصا السايزوليدين دايون ده. وبعد كده العيله الاخيره الاس جي ال تي 2 انهبيتور. دي محاضره مقدمه في اي موضوع اندوكراين او في اي او في اي كورس بشرح فيه اندوكراين، في برومتريك، في بورد، في معادلات حتى الكنديه الاستراليه الامريكيه، لازم لما اجي ابدا اندوكراين في الدايبيتس لازم اشرح الموضوع ده زي ما انتم خدتوه النهارده كده. فدي محاضره مهمه جدا 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 لاي حد بيفكر انه يفهم دايبيتس. تخش انت بقى هتقرا في اي كتاب دلوقتي تلاقي نفسك باشا انا فاهم الكلام كله جاي منين، منين يودي على فين، ما اناش بحفظ اعراض مش بحفظ انواع، انا فاهم الادويه كمان تحطها على الرسمه الحلوه اللي انا عاملها لك دي المايند ماب دي، تلاقي نفسك استاذ وانت بتفتكر الادويه. اه دي كانت فوق يمين، دي كانت فوق شمال. عينينا يا جماعه بتحفظ صور، اوعى تنسى الكلمه دي، عينيك بتحفظ صور مش بتحفظ كلام. حط دايما الكلام قدامك وانت بتذاكر بنفس طريقه دكتور حمدي، تلاقي نفسك مرتاح جدا وانت بتذاكر. انا بحب قوي التنظيم في الشرح، بحب قوي الحته دي. انا كده خلصت اللي عايز اقوله، وقف القلم بقى واسمع اسئلتكم لو عندكم اسئله اتفضلوا. انا مبسوط ان انا كنت معاكم النهارده والله. شكرا جدا جدا يا دكتور، والله ما شاء الله شرح ممتاز جدا. وافي الله يعزك يا دكتور عبد الرحمن، الله يعزك ان شاء الله. الجروب اللي انتوا عليه يا جماعه الواتساب انا هنزل عليه لينكات محاضره كتير، يعني معايا وقت شويه فاضي الايام اللي جايه ديت، فهعمل لكم محاضرات لايف ان شاء الله كتير، يعني الناس اللي معانا في الكورس واللي مش معانا في الكورس كلهم بقى، هعمل لقاءات لايف كتير ان شاء الله الناس تستفيد بيها يعني. فخليكم على الجروب ده تستفيدوا بيه باذن الله. والصوره دي هنزلها لكم على الجروب النهارده، اللي يحب يطبعها عنده او حاجه هنزلها لكم على الجروب برده النهارده ان شاء الله. قبل ما اسمع اسئلتكم انا هستنى الفيدباك بتاع المحاضره دي منكم كلكم بقى، بدل ما كل واحد يقول هنا في الفويس تكتبوها افضل على الجروب كده، عشان لو في نقطه عايز اعدلها او نقطه انتم شايفينها مثلا ولا حاجه برضو اظبطها لكم برضو. فاستنى الفيدباك منكم عن المحاضره على الجروب ان شاء الله، ولو حد عنده سؤال يتناقش معايا في معلومه اتفضلوا انا سامعكم. الله يرحم والديك يا دكتور، وجزاك الله خير ان شاء الله، بارك الله فيكم ان شاء الله. لا يعزك يا دكتور، شكرا. الله يعطيك العافية دكتور، ما قصرت. طيب المعلومات كلها كلير كده، مفيش حد عنده سؤال خالص؟ جزاك الله خير يا دكتور. بس بالنسبة للإنسولين اللي عايزة بس تعمل لنا ريفريش على الكلاسيفيكيشن بتاعته، يعني زي الشورت أكتنج والرابيد أكتنج والحاجات دي. بصي هقول لك، هو الإنسولين لما نيجي نتكلم على التقسيمة بتاعته الموضوع فيها بسيط خالص وسيمبل جدا. الإنسولين عندنا نوعين، نوع بولس احنا مصنعين، نوع بولس زي اللي الجسم بيطلعه مع الاكل، ونوع بيزل زي اللي الجسم برضه بيطلعه عشان يحافظ على مستويات السكر ثابته في الدم. يعني لو نزلنا للرسمه الصغيره دي كده، احنا مصنعين انسولين بيزل زي اللي الجسم بيطلعه، وانسولين بولس زي اللي الجسم بيطلعه. البولس ده بتاع الوجبات، فتلاقيه زي دواء في زي نوع انسولين اسمه ليسبرو واسبارت، ده البولس ده بيكون نوع انسولين رابيد اكت، بيشتغل بسرعه عشان السكر اللي علا في الدم ده بعد الاكل ينزل. حلو كده؟ فده النوع اللي هو البولس، احنا صنعنا انسولين شبه الانسولين البولس اللي الجسم بيطلعه زي الليسبرو والاسبارت. والبيزل بقى احنا صنعنا دواء اسمه او انسولين اسمه جلارجين، ده انسولين مشابه للانسولين البيزل اللي الجسم بيطلعه. بس فاحنا خدنا التركيبه بتاعت البيزل اللي الجسم بيطلعه وعدلناها وصنعنا انسولين شبهه، وخدنا الانسولين البولس اللي الجسم بيطلعه مع الوجبات وصنعنا واحد شبهه. فاصبح انت لما بتيجي تاكل دلوقتي، بص ادي كلت الوجبه الاولى الانسولين يعلى معاها، كلت الوجبه الثانيه الانسولين يعلى معاها، كلت الوجبه الثالثه الانسولين يعلى معاها. دي للناس الطبيعيه اللي بتاكل ثلاث وجبات، في ناس ما شاء الله بتاكل 28 وجبه في اليوم. فانت لما تاكل وجبه اولى الانسولين يعلى معاها، الثانيه الانسولين يعلى معاها، الثالثه الانسولين يعلى معاها. مين الانسولين ده اللي انت عمال تتكلم عليه؟ اللي هو البولس ده بتاع الوجبات ده.
فاحنا جبنا اللي الجسم بيعمله. انت الجسم انت مش بتديني انسولين بتاع وجبات، طب يا عم انا هصنع لك انسولين زي بتاع الوجبات. فالاكت رابت ده بيعمل نفس القصه، نقول لعيان السكر وانت بتاكل الوجبه الاولى خد اكت رابت. مين الاكت رابت ده؟ ده بولس. وانت بتاكل الوجبه الثانيه خد الانسولين بتاع الوجبه، وانت بتاكل الوجبه الثالثه خد الانسولين. طب الجسم بيعمل كده بس؟ لا، الجسم كمان بيطلع انسولين تاني بيزل اللي هو مستواه ثابت في الدم طول اليوم، ملوش دعوه بالاكل، ما بيبصش على الاكل. فاحنا صنعنا واحد شبه ده اللي هو مين؟ اللي هو البيزل، اللي هو الجلارجي، اللي هو اسمه في الصيدليه اللانتوس. بس الموضوع سيمبل فيه جدا جدا يعني. هو كده يا دكتور، الـ النوع التاني اللي هو مثلا معهوش بقى فلوس كتير هيبدأ ياخد البولس بس كده، صح كده؟ طيب 2، آه لا لا، طيب 1. طيب 1 هنديله طيب 1 لا، اتفضل. انت حضرتك قلت في نوعين، اللي هو النوع لو حد على كل واحدة على حسب فلوسه، فلو واحد معاه فلوس فهو يقدر ياخد يجمع ما بين اللانتوس والاكترابت. اه بالظبط كده، الله ينور عليك. ليه بقى انا بقول معاه فلوس؟ يعني اللي هو لان الكوست بتاع الانسولينات دي عالي شويه. علبه اللانتوس دي يا جماعه هنا في مصر سعرها عدى 700 جنيه، فغاليه. وفي الخليج غاليه برضو بالريال والكلام ده، غاليه برضو. علبه الافترابت دي معديه برضو ال 200 300 جنيه، فهتلاقي نفسه صارف 1000 جنيه على انسولين يكفيه 3 4 اسابيع. بس ده النوع ده من الانسولينات حلو ليه؟ لانه بيقلد الجسم. لكن في نوع تاني انسولين بقى انتوا تعرفوه اسمه ال، انا بس ما فتحتش في التفاصيل فيه، اسمه الميكس تارد. الميكس تارد ده بعيد تماما عن عن اللي الجسم بيعمله. جسمك بيطلع انسولين مع الوجبات وانسولين بيزر طول الجسم. عمل هم افتكاسه غريبه كده الشركات، جابوا الانسولين الميكس تارد ده وقال لك ايه، هتاخد انت، مش انت مطلوب منك 60 وحده في اليوم، احنا هنديك الصبح مع اول ما تصحى كده من النوم هنديك تلتين ال 60 اللي هم 40، تلتين ال 60 دول تاخد 40 وحده الصبح، وتاخد 20 وحده اللي هو التلت الباقي بالليل. ايه ده بقى ان شاء الله بقى؟ ولا قلت لك قبل وجبات ولا بعد وجبات ولا تمشي بيزر ولا بولس؟ اذا كان جسمي بيطلع الانسولين، انسولين مع كل وجبه وانسولين تاني بيزل، ايه اللي انت عملته ده بقى ان شاء الله؟ تديني 40 وحده الصبح اول ما اصحى و20 وحده قبل ما انام. بس ده يعني اه اسمي بديله انسولين، بس للاسف ما بيقلدش الجسم. فاحتماليه المضاعفات للعيان او الذبذبه في مستويات السكر للعيان اكتر، وبالتالي مضاعفات لعيان اكتر، وعدم انتظام كمان في مستويات السكر لفتره طويله عنده. فدي الطريقه الارخص، لان النوع ده رخيص، تلاقي العلبه ب 20 جنيه ب 30 جنيه في مصر او حاجه، 40 جنيه 50 جنيه وما تزيد قوي. لكن هنا انا بتكلم في 800 جنيه ولا حاجه يعني، وفي الخليج غاليه برضه. فده المكستار، ده المكستار ده بقى النوع السيء بقى يعني، ما احبوش انا خالص يعني. احنا على فكره انا ما فتحتش في ان انا اشرح لك تفاصيل علاجات بالتفصيل، ده انا بس النهارده بديكوا فكره فيه، لان المحاضره دي عنوانها بيزكس مش عنوانها مانجمنت. يعني انا مش بتكلم في العلاجات بالتفصيل، بس عشان تكون عندكم فكره للي بيسالني فقط يعني. ماشي تمام يا دكتور، شكرا جدا. ايه تاني لو حد عنده سؤال؟ طيب حد عنده سؤال تاني قبل ما نقفل؟ طيب معلش يا دكتور، اتفضلي. النظام من اي كلاس؟ الايه؟ النظام ميكس انسولين. النوفو ميكس عاملين معامله الميكستارد اللي هو ده اهو، ما هو اسمه، بصي ايه اسمه، ميكس اهو. فنوفو ميكس من نفس العيله دي على حد ذاكرتي ما انا فاكر يعني. بصي على الانواع بتاع، على الماده الفعاله الموجوده في نوع الانسولين اللي فيه، هتلاقي في نوع فيه اسمه ال ان بي اتش، ده نوع الانسولين مع الشورت اكت. النوع ده بيبقى ميكس كده غريب كده من انواع الانسولينات، مش هتبقى مفيده خالص للعيان. لكن هو الافضل البيزل مع البولوس، ده الافضل. ان شاء الله في محاضره تانية ممكن اكلمكم على الانسولين بالتفصيل بقى لو انتم مهتمين بيه يعني، نفرض له محاضرة خاصة بيه لوحده، العلاج بالإنسولين بيبقى ماشي إزاي. فالنوفو ميكس والميكستارد والحاجات دي مش أفضل حاجات في علاجات الإنسولين. إيه تاني اللي عنده أسئلة؟ معلش يا دكتور المقدمة، أنا ما حضرتها فمشيت معاك في طيب، هو الديابيتس انا، بس هو المحاضره دي اكسبشن اتسجلت، انا مش هسجل لايف تاني للاسف يا جماعه،
اللي جايين، هياخد مننا وقت طويل جدا على بال من داونلود والمونتاج، بس دي اتسجلت ان شاء الله هنزلها لكم على الجروب برضه عشان تستفيدوا بيه. خلاص شكرا يا دكتور ماجد، ماشي، جزاك الله تحت امرك، خير. تحت امرك. الله يسلمك. حد عنده اسئله تانيه قبل ما نقفل؟ طيب اشوفكم على شكرا خير ان شاء جدا. الله في محاضره تانيه ان شاء الله تكون قريبا يعني باذن الله، ممكن يومين ثلاثه كده ونعمل محاضره تانيه ان شاء الله على وهعلن لكم على الجروب عندكم برضو على الجروب الواتساب اللي انتم كلكم عليه. اشوفكم على خير ان شاء الله في محاضره جديده. كان معكم دكتور حمدي، السلام عليكم يا جماعه. عليكم السلام. السلام يا دكتور، متشكرين يا دكتور، ربنا يسلمك. الله يعزك يا دكتور، الله يعزك، شكرا جدا.